صورة اليوم للتقرير اليومي في موضوع تحديث سجل قوائم الناخبين للمسجلين الجدد. عدد المسجلين الجدد يعني من يوم 6 ديسمبر في 2017 في العام الماضي الشهر الماضي بلغ 660 ألف، ولكن العدد الإجمالي والعدد الكلي يتجاوز 2,170,000 ألف ناخب. إذن يبدو أن الشارع الليبي لم يفقد بعد ثقته في العملية الديمقراطية، ولم يفقد ثقته أيضا في الديمقراطية بشكل عام، يعني رغم التجارب المتعثرة التجارب السيئة. نتكلم عن انتخابات 7/7/2012 اللي كان القانون الانتخابي فيها يعني كان مجحف والتف على خيارات الناس، وأيضا نحكي على التجربة المتعثرة في انتخابات مجلس النواب وأيضا انتخابات لجنة صياغة الدستور. واضح إذن أن الشارع الليبي لديه وعي كبير أن العملية الديمقراطية هي عملية يعني تقويمية وعملية خطأ وصواب وتحتاج لاستمرارية، مرة في خطأ مرة في صواب. أكيد أن في كثير من المرشحين اللي خيبوا أمال وتطلعات الناس، ولكن في نهاية الأمر الديمقراطية هي آخر شيء وصل العقل البشري في قضية إدارة الاختلاف السياسي وفي قضية التداول السلمي على السلطة وأيضا في إدارة الدول. الصورة هذه اللي دائما حريصة أنها تنشرها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اللي هو التقرير اليومي عن المسجلين الجدد يعطينا فكرة، يعني الأرقام تتكلم عن نفسها. واضح أن الشارع الليبي مازال مؤمن أن الديمقراطية والعملية السلمية هي الآلية الصحيحة والمثلى لإزالة كل من هم الآن موجودين في المشهد السياسي اللي هم عطلوا حركة المشهد السياسي وأيضا عطلوا العجلة الاقتصادية في البلد. مرحبا بكم في برنامج البلاد. في حلقتنا حنفتح الكثير من الملفات المتنوعة وأيضا المواضيع المختلفة، نتكلم ونحاول نطرح كل القضايا العالقة، القضايا اللي تمس المواطن بشكل يومي. نتكلم عن أزمات سياسية وأزمات بطبيعة الحال أزمات اقتصادية وأيضا الأزمات الاجتماعية. ولكن قبل ما نبدأ في فقراتنا خلونا نأخذ فقرة المقالات، وأنا يعني في خلال الجولة المعتادة على المواقع الإلكترونية وأيضا على السوشيال ميديا اخترت مقال اللي هو للكاتب عثمان مرغني. يضع الكاتب المقال تحت عنوان معركتنا مع الأخبار المفبركة. يبدأ المقال بالحديث عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي يعني استخدم مصطلح الأخبار المفبركة فيك نيوز اللي انتشر يعني في كل المناسبات وفي كل التغريدات. تقريبا أكثر يعني من بين 2600 تغريدة أرسلها ترامب من في العام الأول لدخول البيت الأبيض كان تعبير الأخبار المفبركة هو الأكثر تكرارا. طبعا هذا كله يأتي في سياق أو في إطار تهجمه على وسائل الإعلام الأمريكية ورد على أخبارها، يعني السجال الإعلامي اللي ساير الآن يعني بين دونالد ترامب من قبل والآن مع وسائل الإعلام الأمريكية. عموما يعني هو يعتبر أن وسائل الإعلام الأمريكية تعاديه ويعني وتحاول أن هي تتصيد له الأخطاء والعثرات. وحتى قبل دخول دونالد ترامب للبيت الأبيض يعني في خلال نحكي على فترة الحملة الانتخابية كرر دائما تعبير الأخبار المفبركة فيك نيوز في كل الخطابات وفي كل اللقاءات، وأصبح أيضا من بين التعبيرات الواسعة التداول، يعني التداول الإعلامي والتداول حتى السياسي. بنهاية العام اللي فات تحولت الأخبار المفبركة لكلمة العام يعني حسب وصف الكاتب. الكاتب عثمان مرغني يواصل حديثه عن موضوع الأخبار المفبركة أو فلسفة التعاطي مع الأخبار المفبركة. يشوف أن مشكلة الأخبار والصور غير الحقيقية والفيديوهات اللي تنتشر يعني معاش أصبحت قضية مزعجة، بس هي أصبحت قضية يعني تؤرق المجتمعات وتسبب مشاكل للحكومات، يعني أثارها سلبية وخطيرة جدا في كثير من الأحيان. تقريبا يعني يشير الكاتب في خلال المقال أو في مضمون المقال يقول كل واحد منا يعني كانت لديه تجربة بشكل ما مع صورة أو فيديو مفبرك، وبعدين يتضح لاحقا أن المادة يعني منزوعة من سياقها بهدف التضليل والتشويش الإعلامي. يشوف الكاتب أن الأخبار المفبركة أصبحت خطر، يعني هو يصفها بالخطر، خطر يقض مضاجع الحكومات والدول خصوصا بعد ما يعني أصبحت سلاح تستخدم فيه بعض أجهزة الاستخبارات الدولية للتضليل والتأثير ربما أيضا على الرأي العام وأيضا لتصدير القلاقل وزعزعة الأمن والاستقرار والأمن القومي في بعض الدول. على سبيل المثال يضع هو مثال قضية الشيء اللي صار في الانتخابات الأمريكية واللي تقريبا اتفقت جميع أجهزة الاستخبارات الأمريكية أن روسيا كانت تقف خلف التأثير يعني على الناخب الأمريكي وقضية العملية الانتخابية وزعزعة الاستقرار ووصول دونالد ترامب إلى السلطة. يعني أثبتت التحقيقات حدوث عمليات يعني منسقة
لبث صور ربما وأخبار وموضوعات مفبركة غير صحيحة للتأثير على الرأي الانتخابي. يعني نحن كلنا الآن عارفين أن الفيسبوك مواقع التواصل الاجتماعي هي تؤثر بشكل حقيقي وتصنع في رأي عام وتصنع في سياسات بل وتصنع حتى في ثورات في فترة نحن عشناها، نتكلم عن ظاهرة الربيع العربي، ظاهرة الانتفاضات. واضح يعني أن في خلال العالم الجديد وفي أخلاقيات العالم الجديد، يعني في نهاية الأمر التكنولوجيا، نتكلم عن أدوات العولمة، نحكي على الموبايل أو الإنترنت أو الكمبيوتر، يعني لا يمكن أن هي تأتي منفردة. كل منتج مادي تجي معاه منظومة أخلاقية أو خلونا نقوله منظومة قيمية، يعني الإنترنت والموبايل معاها أخلاقيات جديدة ويعني وتفرض على الناس في فهم جديد للعالم. عموما كان هذا جزء من تلخيصي لمقال الكاتب عثمان مرغني. عندي أيضا مقال ثاني للكاتب غسان شربة اللي هو رئيس تحرير الشرق الأوسط الآن. الكاتب يضع المقال تحت عنوان لا صديق للأكراد إلا الجبال. محور المقال تقريبا الرئيسي أو فكرته الرئيسية خلونا نقوله تدور حول النضال الكردي وسوء رهانات الأكراد على القوى الكبرى. أيضا يدور المقال حول ملف التدخلات الدولية الضخمة على الأرض السورية. يرى الكاتب أو يشوف أن غياب داعش أو انتهاءه طرح على القوة الموجودة الآن على الأرض السورية الموجودة الآن، يعني بطلب أو من غير طلب، طرح عليها سؤال واضح، يعني أو مجموعة من الأسئلة. شن طبيعة وجودها الآن في سوريا بعد القضاء على داعش؟ يعني شن وظيفتها الآن؟ وشن برنامجها الحقيقي ومطالبها العميقة؟ يعني يتساءل الكاتب عن هذه القافلة الكبيرة من الأعلام الغريبة اللي ترابط الآن على أرض سوريا. يبدو أن المقال يعني يطرح هذا السؤال للتأسيس لحديث عن حجم التدخلات الإقليمية والدولية في ملف الأزمة السورية، وكيف أن هذه التدخلات تطيل عمر الأزمة ومعاناة السوريين. هذا الحديث يعني في نفس الوقت يخليني أفكر أو يحيلني إلى فكرة أو ضرورة توطين الصراع السياسي داخل البلاد، يعني لأن امتداد خيوط الصراع خارج حدود الأوطان من خلال خلونا نقوله تواطؤ الشركاء المحليين من شأن إطالة عمر الأزمة، وأيضا يشكل أو يمثل خطر حقيقي على موضوع الأمن القومي والسيادة. يستطرد الكاتب غسان شربل في حديثه عن الأزمة السورية ويشوف أن التطورات السورية خلال الشهور الثلاثة الماضية تقريبا بددت أو قضت على الأحلام السابقة للرئيس التركي أردوغان، من بينها حلم رؤية سوريا من غير وجود الرئيس بشار الأسد. يشرح أيضا الكاتب كيف نجح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تحويل حادثة إسقاط قاذفة روسية بصاروخ تركي إلى يعني فرصة مناسبة جدا، فرصة سياسية لتطويع سياسات تركية في سوريا. بهذه الطريقة انتهى الأمر إلى أن أصبحت تركيا يعني شريكة بشكل ما مع روسيا وإيران في رعاية مسار سوتشي اللي هو يبدو أنه يهدف أساسا إلى حرف مسار جنيف عن مسار الحقيقي والالتفاف عليه. عموما من حزمة أحلام أردوغان اللي ذكرها المقال هو نصف المكاسب اللي حققوها أكراد سوريا على حدود تركيا تحديدا. يشوف كاتب المقال أن تطورات السنوات الثلاثة الأخيرة أوقعت الأكراد في مزيج يعني من الأحلام والأوهام على حد وصف الكاتب، لأنهم اعتقدوا أو فكروا بطريقة ما أن الدور البارز اللي لعبوه في مقاومة داعش وفي القضاء على داعش في العراق وسوريا اللي بطبيعة الحال يعني كلفهم ألاف القتلى والجرحى، ربما هذه الحرب حربهم على داعش أعطتهم شرعية. الشرعية هذه ما وفرتهاش معاركهم السابقة في إطار سعيهم لنيل حقوقهم واحترام تطلعاتهم وفكرة دولتهم القومية. وربما يكونوا ذهبوا بعيدا أو خلونا نقولوا شطحوا في أمالهم وفي الاعتقاد أن دورهم في التصدي لداعش أعطاهم نوع من الحصانة إنجاز التسمية ضد حملات التأديب بين قوسين اللي كانت جيوش دول المنطقة أدمنت القيام بها ضد الأكراد كلما حاولوا أنهم ينتفضوا أو يثوروا معترضين على بقائهم كمواطنين يعني من الدرجة الثانية داخل هذه الدول أو تلك. أيضا المقال يخليني أفكر في جزئية الدولة القومية، والله الدولة الإثنية أو مفهوم خلونا نقول مفهوم الأمة الإثنية أو الأمة الدينية في مقابل مفهوم الأمة السياسية. لو نشوف التجربة التاريخية القريبة جدا، نحكي على تجربة المنطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا، نرى من خلال التجارب القريبة جدا نحكي على 50 سنة بس أن الأمة الإثنية لا تبني دولة. الأمة القائمة على أساس عرقي على أساس إثني لا تبني دولة. أيضا الأمة الدينية اللي قائمة على أساس ديني وارتباط عقدي أيضا لا تبني دولة. في المقابل الأمة السياسية المعرفة بالتراب السياسي بالدولة المستقلة هي اللي ممكن تبني دول. وعندنا أيضا مثال ناجح وأمثلة ناجحة في العالم عن دول استطاعت أن يعني تشكل
مفهوم الأمة السياسية داخل البلد. إذا هيك وصلنا إلى نهاية فقرة قراءة المقالات، فاصل قصير جدا ونعود لنستكمل فقرات البرنامج. قبل يومين وزارة الداخلية التونسية أعلنت أن هي تمكنت من إلقاء القبض أو اكتشاف خلية يعني قوامها تقريبا 9 أفراد أو 9 عناصر من تنظيم إرهابي متطرف، ربما يكون بايع تنظيم داعش. هي مجموعة من الشباب في ولاية سيدي بوزيد، مجموعة كانت تحرض على يعني على على عمليات ضد الأجهزة الأمنية والمؤسسات الأمنية داخل البلد في تونس، وأيضا كانت تحث الشباب أو أفرادها على الذهاب لليبيا، مدن ليبيا، للتدرب يعني في معسكرات ليبية. حول الموضوع حيكون معايا الأستاذ عماد الدين الحمروني، الكاتب والباحث السياسي من باريس، عشان نعرفوا التفاصيل ونفهموا قضية، أو على الأقل نحاولوا نجد صورة قريبة جدا نفهموا بها شن صاير يعني في قضية ملف الإرهاب، ملف الهجرة اللي أصبح الآن يعني مش بس هي قضايا إقليمية في تونس وليبيا، هي أيضا قضية دولية وقضية عالمية. سيد عماد الدين، أهلا بك في برنامج البلاد. أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحياتي لك وللسادة والسيدات المشاهدين، وتحيتنا إلى الشعب الليبي العزيز. نعم، بداية سيد عماد الدين، كيف تقرأ الآن الجهود الأمنية التونسية؟ والسؤال المطروح الآن، هل من الممكن أن تونس تتصرف بشكل منفرد في قضية حماية أمنها القومي؟ أولا تحية للقوى الأمنية والقوى العسكرية التونسية التي أظهرت منذ بدايات يعني وجود هذه الجماعات ومنذ التهديدات الكبرى التي شهدتها المنطقة، منطقة شمال إفريقيا خصوصا بليبيا وتونس، وتعرضت القوى الأمنية من حرس وطني ومن جيش وطني وأمن وطني إلى الكثير من العمليات التي استهدفته، وسقط الكثير من الشهداء من بنقردان ومناطق أخرى في سيدي بوزيد. فبالتالي هذه الجماعات يعني تعرف جيدا أن القوى الأمنية التونسية هي قوة ذات كفاءة عالية جدا، وأظهرت كفاءة ممتازة جدا في اصطياد يعني الجماعات الإرهابية واختراقها أيضا. فما وقع من فك أو يعني القبض على هذه الخلية مثل خليات أخرى في مناطق أخرى بشيرة القصرين أو حتى بتونس العاصمة أو بمدينة صفاقس وأيضا مناطق قبلي، فبالتالي هذه المناطق المحاذية للجوار الجزائري والمحاذية للجوار الليبي هي مناطق ساخنة جدا، والقوى الأمنية والجيش الوطني والحرس الوطني استطاع بكفاءة عالية وبشهادة الدول الإقليمية والمؤسسات العالمية أنه قادر على التصدي لهذه الجماعات. وعلى سبيل الذكر يعني ملحمة بنقردان كانت ملحمة قوية جدا وعظيمة جدا، حيث التحمت القوى الأمنية ومع الشعب والمواطنين للتصدي للجماعات الإرهابية، وأحبطت كل محاولاتهم لاختراق الشعب التونسي واختراق الأمن التونسي. نعم، طيب سيد عماد الدين، يعني في سياق متصل في الموضوع اللي نحكي عليه الآن، أكيد أن يعني ملف الإرهاب محتاج لتعاون أمني على مستوى دولي مش بس مستوى إقليمي، ليش إلى الآن ما شفناش أي تعاون أمني بين الجانبين بين تونس وليبيا؟ وأيضا السؤال يعني من يحمي حدوده من من؟ بالحقيقة يعني التنبيه لهذه المسألة تنبيه جيد جدا من طرفكم، وأشكركم على هذه اللفتة، لأن ما يتعرض له القطر الليبي من تهديد أمني وعدم استقرار سياسي يضر بالاستقرار السياسي في تونس. فالأمن التونسي والاستقرار السياسي بتونس مرتبط ارتباطا عضويا بما يقع في ليبيا، وحتى أقول أكثر، نمو الاقتصادي في تونس والاستقرار الاجتماعي في تونس لن يتم إلا إذا استقرت ليبيا، فهناك تكامل وتشابك في المصالح بين الشعبين الليبي والتونسي. للأسف كما تفضلت هناك بعض العثرات في التنسيق الأمني والعسكري بين المؤسسات التونسية كدولة وبين الدولة الليبية أو من يمثل يعني الجهات الرسمية في ليبيا. تعثرت هذه يعني هذا التنسيق لعدة أسباب، لأسباب أن القرار السياسي الليبي هو نفسه منقسما على بعضه، أيضا التوافق السياسي في تونس قد ربما هناك تناقضات في داخل الساحة السياسية التونسية لم تستطع من خلالها المؤسسة الأمنية التونسية الذهاب إلى أبعد للتنسيق مع مؤسسات
يعني دوائر ليبية قادرة على التعاون وقادرة على اختراق هذه الجماعات وقادرة على تكوين يعني لماذا لا لجنة أمنية مشتركة ولجنة عسكرية مشتركة تدافع عن الأمن الليبي والأمن التونسي، مع العلم أن هناك بعض التعاون حصل مع بعض المؤسسات في ليبيا في شرق ليبيا وغربها، ووقع القبض على العديد من الدواعش ينتمون إلى القطر التونسي في داخل التراب الليبي. للأسف القرار السياسي في تونس ما زال ضبابيا في هذه المسألة بالتحديد. نعم، يعني نفهم منك وصحح لي يعني سيد عماد الدين إذا كان فهمي صحيح، يعني أن الأمن القومي التونسي يرتبط بشكل وثيق بليبيا بسبب المنطق الجغرافي أو خلينا نقول الشروط الجغرافية. أكثر من الشروط الجغرافية، التشابك الليبي التونسي، الشعب الليبي والشعب التونسي في الحقيقة هو شعب واحد في دولتين، يعني الثقافة والدين والتراث والانسجام الجغرافي والانسجام الاقتصادي والاجتماعي. عندما كانت تونس مستقرة سياسيا واقتصاديا يعود الفضل في العديد من الأشياء إلى ليبيا وإلى الشعب الليبي والتعاون بين ليبيا وتونس. عندما انخرم هذا التعاون بين الشق الليبي والشق التونسي انخرم الأمن في البلدين، الأمن العسكري والأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي. فعودة الأمن الاقتصادي والاجتماعي إلى تونس مرتبط عضويا بعودة الأمن العسكري والأمن القومي الليبي إلى الاستقرار وعودة المناخ السياسي الليبي إلى الاستقرار. فهناك تشابك مصالح قوي جدا بين حاضر ومستقبل تونس وليبيا. نحن نشاهد في الحقيقة هناك خروقات أمنية بدأت تظهر، هناك تواجد لعناصر أمنية إرهابية جاءت من غرب أفريقيا أو جاءت من سوريا أو من العراق أو مناطق أخرى، هي تتجمع في ليبيا، هناك خلايا نائمة في تونس. الوضع أمنيا في الحقيقة يعني ما زال متأثرا جدا وما زال قد يهدد يعني المسألة السياسية والحاضر السياسي التونسي والحاضر السياسي الليبي أيضا. نعم، طيب سيد عماد الدين، في تقديرك ما هو حجم التحديات المطروحة حاليا في ملف الحرب على الإرهاب وفي ملف التعاون الأمني بين السلطات الأمنية التونسية والسلطات الليبية دون إخفاء طبعا الانقسام السياسي الحاصل داخل ليبيا؟ نعم، هناك خطر حقيقي يجب أن ننتبه إليه، لأن الوضع ما زال حرجا، يعني الوضع بعد 7 سنوات مما وقع من انتفاضات إن كان يعني في الثورة التونسية أو الثورة الليبية، أسس الشعب الليبي، حاول أن يؤسس الشعب الليبي حياة سياسية ديمقراطية جديدة كما تفضلت في مقدمتك الرائعة بأن الديمقراطية تبنى شيئا فشيئا، وأن الشعب الليبي يؤمن بالديمقراطية، والشعب الليبي شعب متحضر، والشعب الليبي شعب مدني، وشعب ليبيا يريد أن يتوحد تحت رؤى سياسية واحدة. للأسف هناك قيادات حزبية سياسية ليبية يعني ليست بالنضوج الكامل كما هو ناضج الشعب الليبي. الشعب التونسي نفس الشيء حقق يعني استقرارا سياسيا وإن كان هشا بالتوافق ما بين حزبين كبيرين، حزب النداء وحزب النهضة الإسلامي. هذا التوافق ربما اليوم في حاجة إلى تصحيح المسار على المستوى الإقليمي، في حاجة إلى وضوح أكثر في العلاقات الخارجية خصوصا مع دول الجوار مثل الجزائر وليبيا. فالاهتمام بالمعنى السياسي، يجب أن نوفر الغطاء السياسي لأي عملية عسكرية وأي عملية أمنية، يجب تشجيع الجانب الليبي على الاستقرار السياسي، تشجيع ليبيا على الوصول إلى شط الأمان السياسي، لأن كلما تحقق الاستقرار السياسي بليبيا تحقق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بتونس. طيب سيد عماد الدين، يعني من خلال متابعتك للتجربة الليبية وأيضا بطبيعة الحال التجربة التونسية، هل في نوع من المقاربة إنجازت يعني الفكرة مقاربة بين تجربة التوافق أو الوفاق في تونس والتجربة الليبية مع مراعاة الخصوصية يعني في كلا الحالتين؟ بالحقيقة الماضي السياسي للعمل السياسي التونسي لا يشبه الماضي السياسي للعمل السياسي داخل التراب الليبي. عاشت ليبيا تحت حكم استبدادي قوي جدا، تحت حكم العائلة والقبيلة، ولم يعش الشعب الليبي بالمعنى السياسي حياة سياسية متطورة. وما نراه اليوم من انسداد في العمل السياسي الليبي هو ناتج على غياب الفكرة السياسية. صحيح هناك نوايا حسنة، ولكن لا تكفي النوايا الحسنة، يجب أن نتمرس في العمل السياسي، ويجب أن تكون لنا رؤى سياسية متقدمة. المسألة التونسية لا متقدمة نسبيا على المسألة الليبية بالمعنى السياسي. الحركة السياسية بتونس حركة نشطة منذ الستينات،
منذ السبعينات والثمانينات، وكانت حركة معارضة قوية، هناك اتحاد نقابات قوي جدا، هناك شخصيات سياسية يسارية ويمنية وما إلى ذلك استطاعت إيجاد مناخ سياسي. هي الآن تحاول بعد أن سلمها الشعب التونسي الحكم، للأسف هي يعني فشلت في إدارة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. هذا الفشل مأتاه التدخلات الإقليمية الكبرى من دول خليجية ودول غربية. هذه الدول تتدخل في القرار السياسي التونسي كما تتدخل في القرار الأمني والعسكري الليبي، فبالتالي الوضع الليبي والوضع التونسي متجانس يعني سياسيا وإقليميا، ولكنه ضعيف سياسيا. القرار السياسي ما زال ضعيفا داخل ليبيا وما زال أيضا ضعيفا داخل تونس. طيب لو نمشي يعني في سياق مختلف شوية ونرد لموضوع ملف الإرهاب سيد عماد الدين، يعني لا شك أن الحرب العسكرية لا تكفي وحدها يعني في القضاء على الإرهاب، ربما هي تقلص أو تحجم، لكن يعني شنو التحديات المطروحة الآن في قضية تجفيف خلينا نقول المنابع الأيديولوجية المنابع الفكرية للإرهاب؟ هو في الحقيقة هناك مسألة كبيرة جدا يعني نعيشها في منطقتنا، منطقة الشمال الأفريقي، هو غياب المؤسسة الدينية، المؤسسة الدينية الشعبية أو المؤسسة الدينية الرسمية، إن كان داخل ليبيا أو إن كان داخل تونس، للأسف لا تقوم بدورها وللأسف هي مهمشة. هذه المؤسسة الدينية يجب أن نعيد لها يعني الاستقرار الفكري والديني، ونعيد لها رموزها الوسطية. يعني الشعب الليبي والشعب التونسي في حاجة إلى أن يشعر بوجود رموز دينية قادرة على توحيد الليبيين والتوحيد التونسيين في خلال رؤية يعني زمنية دينية موافقة لما نعيشه في هذا العصر. ثانيا، هناك المشكلة الاقتصادية الخانقة، هناك حقيقة مشاكل تنموية داخل القطر التونسي كما هي داخل القطر الليبي. هذه المسائل والإشكالات الاقتصادية جعلت عدد العاطلين على العمل وعدد الذين ليست لهم أفق اجتماعية ربما يضطرون إلى الهجرة الغير شرعية أو ينتمون إلى هذه الجماعات الإرهابية، إما لمكسب مادي أو كما يصور لهم يعني زعماء الإرهاب أن يذهب إلى الجنة. فبالتالي يجب أن نحل المشاكل المعقدة اقتصاديا واجتماعيا، يجب أن نغير الخطاب الديني في ليبيا وتونس ونركز على هذه المسألة، لأن ليبيا يعني مسألة مهمة جدا. ليبيا تمثل يعني الاستقرار في مصر وتمثل الاستقرار في تونس والجزائر. أهمية الشعب الليبي له يعني مستقبل يعني على المستوى المنطقة وعلى مستوى يعني حالات إنتاج خطاب ديني جديد. نحن في حاجة إنتاج خطاب ديني جديد وإنتاج خطاب سياسي قومي وطني جديد. طيب إذن سيد عماد الدين، حنرد من جديد لهذه النقطة، قضية يعني تجديد الخطاب الديني ويعني وسائل المعالجة، ولكن خليني أشرك معي السيد عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة. سيد عصام، أهلا بك في برنامج البلاد. تحية ليك وتحية إلى السادة المتابعين من التراب الليبي وخارجه. طيب يعني تحية للضيوف الكرام. نعم سيد عصام، تعليقك حول الأحداث الأمنية الأخيرة، نتكلم عن إعلان وزارة الدفاع التونسية قبل يومين عن يعني إن هي استطاعت تفكيك خلية إرهابية تقريبا قوامها 9 أفراد، تعليقك على الموضوع؟ سأعود على هذه النقطة وأهمية هذا السؤال المحوري، ولكن بشكل برقي أستاذي الكريم. نعم. يعني أسوق مجددا استنكارنا للهجمات البربرية التي تطال والدموية التي تستهدف الأبرياء في ليبيا وتستهدف المنشآت العامة والخاصة وتهدف إلى تقويض مؤسسات أو ما تبقى من مؤسسات الدولة وضرب كل يعني محاولات لبناء ليبيا الديمقراطية وليبيا الدولة وليبيا المؤسسات. يعني ندين بشدة حادثة الانفجارات الأخيرة السيارتين يعني بمدينة بنغازي ولما لهذه المدينة التي تعد ثاني أكبر المدن الليبية من أهمية ومن يعني وزن استراتيجي ويعني هام ولهام للغاية. يعني أيضا بشكل برقي نؤكد على أن نتابع بانشغال عميق حقيقة ما يحدث على التراب الليبي وما يرافقه أيضا على الواقع الليبي وما يرافقه أيضا من متغيرات على مستوى الخارطة السياسية وال يعني الأمنية. اليوم نتحدث
عن مواجهة والحلول الكفيلة بمجابهة الخطر الإرهابي، ونحن عن كلمة في تونس نقولها وهي ليست في تونس فقط سيد الكريم، وإنما لابد أن يقع اعتمادها في مختلف المسائل ذات العلاقة بمكافحة الإرهاب، وهي توفر الإرادة السياسية. من هذا السياق نحن نقول اليوم بأن المشهد السياسي في ليبيا، ولا نتدخل في هذا الشأن، ولكن يعني هو مجرد رأي وقراءة، عندما نلاحظ أنه لا توجد حكومة مركزية يعني، ولا يوجد هناك يعني قوات مسلحة موحدة، يضع إشكال أمام التعاون الأمني والعسكري بين ليبيا وبلدان الجوار. اليوم نشوف يعني نجد حكومة وفاق وطني، نجد برلمان تبرق، نجد حكومة إنقاذ وطني، جماعات إسلامية مسلحة، أيضا نجد تنظيم داعش والجماعات القبلية المسلحة. تقريبا هذا المشهد في علاقة بالخارطة اليوم في ليبيا. وعلى هذا الأساس نحن ندعو الفرقاء الليبيين إلى ضرورة وضع يعني مصلحة ليبيا وبلدان الجوار صوب أعينهم، وضرورة الالتفاف والتوحد في مواجهة الخطر الإرهابي والجماعات المسلحة. طيب. ثم بالنسبة للنقطة اللي ذكرتها في علاقة بالجهود الأمنية، يعني أنت تعرف كما أنه الوحدات الأمنية والعسكرية التونسية يعني منذ فترة دأبت على تحقيق يعني نجاحات هامة وهامة للغاية، وتمكنت من توجيه ضربات تكاد تكون قاسمة للتنظيمات الإرهابية الناشطة على غرار تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والخلايا ذات العلاقة به ككتيبة عقبة بن نافع، وأيضا يعني الناشطة في الجنوب التونسي أو المرتفعات الجبلية، وكذلك تنظيم الدولة الإسلامية، تنظيم الإرهابي، تنظيم داعش. نعم. يعني كما شفت أنه مؤخرا الوحدة المختصة للحرس الوطني يعني بعملية استباقية وتنمع انحرافية وجاهزية كبرى تمكنت من الإيقاع بعنصر قيادي ألا وهو يعني البلعابي، وأثناء التحري معه تم كشف أن هناك مخطط لاستهداف شخصيات برلمانية ووطنية يعني تنتمي لأحزاب طيب. تونسية وناشطة بالمجتمع طيب. المدني. ونعرف نعم. يعني سمحني بعد إذنك نعم. نعرف لو تم نجاح في تنفيذ هذه الضربات أو هذه العمليات كالاغتيالات شنو باش يكون يعني على المشهد التونسي، وماذا سينعكس على المشهد بالمنطقة يعني بصفة عامة. كذلك أيضا تم الإطاحة، وعليش أنا باش نستعرض لك اسمين، لأنه ذات في علاقة بمنطقة كاملة بتحركات الجماعات. هو هذا سؤالي سيد عصام. نعم هذا سؤالي يعني نعم. هذاك علاش سيد عصام أنا لابد أن أقول أنه اليوم نعم. الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب تمكنت من القضاء على المدعو حمزة النمر، هذا مكلف يعني مرسول من أمير القاعدة عبد الملك درودجال يعني لإعادة هيكلة كتيبة عقبة ابن نافع. أيضا القضاء يعني على بلال القبي مطلوب منذ سنة 93 من طرف الوحدات الأمنية الجزائرية، وهذه العناصر سيد الكريم. وعندما نتحدث عن حمزة النمر نتحدث عن شخص يعني قيادي يعرف جيدا المسالك الجبلية سيد عصام. بين نعم. ينسق نعم. ينسق بين طيب. الخلايا الإرهابية المتمركزة. بحديثك عن هذه الأسماء سيد عصام، نعم يعني اسمح لي، بحديثك عن هذه الأسماء الإرهابية، السؤال، أنت رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، يعني هل لديكم أرقام، نتكلم مثلا عن جهاديين تونسيين ربما يتدربوا في معسكرات في جنوب ليبيا، هل لديكم معلومات جديدة؟ نحن تقريبا شوف، لأنه كما قلت لك أنا علاش عرجت يعني على ما تشهده الساحة السياسية في ليبيا من انقسامات، يعني لأنه اليوم أكثر من طرف، بالتالي هذا يخلق إشكال يعني حقيقي. وتوفر يعني ووجود حكومة مركزية كما قلت باش يعطي أكثر حلول، سواء على المستوى لأن ليبيا تمثل عمق أمن استراتيجي بالنسبة للطرف التونسي وباقي بلدان الجوار، اقتصاديا كذلك مثل ما كان يتحدث الأستاذ، وبالتالي نحكيه اليوم يعني حتى على مستوى تبادل المعطيات وتبادل المعلومات في الجانب الأمني هناك للأسف نقاط
الاخر بان هناك يعني عسر وصعوبه كبيره. وعلى هذا الاساس نحن نطالب وندعو جميع الفرقاء الليبيين الى ضروره التعجيل بنبذ كل الصراعات الضيقة والجلوس على طاولة الحوار للخروج بحل سياسي وجذري ليكون هو الممهد لتوحيد القوات الأمنية والعسكرية الليبية لكي يكون لنا طرف بالإمكان التعامل معه والتواصل معه على أساس أنه يمثل الدولة الليبية ويمثل السيادة الليبية. كما تعرف يعني احنا الجماعات الموجودة على التراب الليبي سواء تنظيم داعش الذي يشهد تقلص في نفوذه أو تنظيم القاعدة الذي يشهد أيضا محاولة إعادة العودة إلى الساحة بشكل كبير، هذه الجماعات يعني هي من الشباب التونسي ومن جنسيات مختلفة. بالتالي احنا اليوم رأوا أمن تونس من أمن ليبيا والعكس، وبالعكس وكذلك في علاقة بالجارة الجزائر وبقية قدام الجوار. أستاذ الكريم سيد عصام، طيب سأعود إليك ويعني تفضل بالبقاء معي. أعود أيضا للكاتب والباحث السياسي سيد عماد الدين حمروني. كنا يعني وقفنا في قضية الخطاب الديني وتجديد الخطاب الديني، تكلمنا عن هذه النقطة. السؤال، هل تتابع الآن، يعني أكيد أنت تتابع الخطاب الديني بشكل عام في تونس وفي ليبيا، هل تشوف أن الآن يعمق خلينا نقوله في العاطفة الدينية اللي ربما يجدها يعني أو تجعل الماضي الجهادي جذاب بالنسبة للشباب، يعني انعدمت لديهم الغايات وغابت عنهم الوسائل؟ نعم، للأسف يعني المجهودات، هناك مجهودات لكنها قليلة جدا ولا يشجعها يعني القرار السياسي إن كان في ليبيا أو في تونس. هناك انفراط في الحالة الدينية، هناك انفراط في الحالة الفكرية، هناك إهمال لهذه النقطة المهمة. من يستطيع تصحيح وتغيير وتجديد الخطاب الديني لكي يكون مناسبا للزمن وللعصر الذي نحيا فيه؟ التجارب التي وقعت في سوريا والعراق وما نراه في مناطق عديدة تثبت فشل هذه النظرية، نظرية دولة الخلافة أو نظرية دولة يعني الدولة الإسلامية بالمعنى العام. هذا الفشل يجب أن نقرأه قراءة جيدة ونعطي الأمل أيضا، لأن هناك حركة إلحاد كبيرة جدا في المجتمعات العربية نتجت على سقوط جماعات الإسلام هو الحل. فبالتالي تجديد الخطاب الديني، وأنا أرى في الحاضنة الشعبية الليبية القدرة على إيجاد خطاب إسلامي شمال إفريقي قادر على أن يعطي العاطفة الدينية وأن يعطي يعني الأمل بوجود روحانيات إسلامية قادرة على تمتين الوحدة الاجتماعية بين الفئات المتعددة في ليبيا أو في تونس. لأن كما تفضلت وكانت مقدمتك رائعة جدا، أن هناك دول تقوم على الإثنية وهناك دول تقوم على الدين الواحد، فشلت هذه الدول. نحن نريد دولة المواطنة، نحن نريد الإسلام الذي يشجع على الاختلاف والتعدد، تعدد الثقافات وتعدد الإثنيات، ودولة الوطن، دولة المواطنة. كيف نخلق معا دولة الوطن التي يحملها المواطن إن كان مسلما أو غير مسلم، إن كان ذا مذهبا أو بدون مذهب. فبالتالي هذا التجديد يجب أن يأتي من الشعب ومن رموزه الدينية الكبرى. نحن نفتقد إلى رموز شعبية دينية في منطقتنا. نعم، طيب إذن أدعوك للبقاء معنا سيد عماد الدين حمورني، وأيضا أدعو السيد عصام دردوري للبقاء معنا. فاصل قصير ونعود من جديد لاستكمال النقاش حول هذا الموضوع. مرحبا بكم من جديد، ما زلنا في نقاشنا حول ملف الإرهاب اللي يؤرق الدولتين الجارتين تونس وليبيا. معنا في هذه المساحة السيد الكاتب والباحث السياسي السيد عماد الدين حمروني، وأيضا السيد عصام دردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة. سيد عصام، أنا كنت بنسألك قبل الفاصل عن قضية، يعني هل في وجود أو في امتداد تاريخي وتنسيق بين التنظيمات المسلحة في كلا البلدين، نحكو حتى قبل ظاهرة الربيع العربي؟ سؤالك أيضا جوهري ومهم أستاذ. يعني فعلا موجود هذا التنسيق،
ولكن يعني بين التنظيمات الإرهابية مش فقط يعني الناشطة سواء كانت في التراب التونسي أو التي تسعى إلى إيجاد موطئ قدم لها أو على التراب الليبي، وإنما هذه التنظيمات يعني لها ارتباط عنقودي يعني تنشط في مختلف دول العالم ولها خلاياها النائمة وعناصرها يعني المنفردة التي تتحرك عندما يؤذن لها بذلك وتؤتمر في الإبان. يعني بالنسبة للمسألة هذه كانت موجودة يعني ما نجموش ننكرها، ولكن أيضا في تلك الفترة كانت يعني كان هناك تعاون أمني وعسكري في أعلى مستوى، وخاصة خاصة التعاون كان تعاون يعني استعلامي واستخباراتي بحت، بالتالي كان هناك قاعدة بيانات ومعلومات كانت يعني المعطيات تتبادل على أساس أن هناك تعامل بين دول. للأسف كما قلت لك اليوم يعني في إطار محاولات السعي إلى تمزيق الدول العربية وتشتيتها وإعادة تقسيمها من جديد في إطار يعني المساعي التي بذلت ونحن اليوم بتنا نعرفها جميعا في إطار ما يسمى بمشروع الربيع العربي الهادف بالأساس إلى يعني إعادة تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ، يعني شفنا اليوم أن هناك أيضا محاولات للضرب والعبث بمؤسسات الدول في حد ذاتها أو القضاء على كيان الدولة، والقضاء على كيان الدولة لا يأتي إلا بيعني ضرب العمود الفقري وهو الجهاز الأمني والجهازين الأمني والعسكري، يعني بالتالي هذه نقطة يعني محسوم فيها. أيضا طرحت علي سؤال حول يعني الأعداد. نعم. بالنسبة لنا يعني نعرف أنه سواء الشباب التونسي الذي غادر يعني وغرر به وأقحم في معارك لا ناقة له فيها ولا جمل، نعرف جيدا اليوم أنه المعارك التي تدور ومعارك حمية الوطيس يعني والتي يقتل فيها المسلم أخاه المسلم، يعني من يقتل يكبر ومن يقتل يكبر كذلك في علاقة في تفاعل بما كان يدلي به الأستاذ وأشاطيره الرأي في جزء كبير مما قاله. يعني اليوم نحكي على الشباب غرر به وألقي به في محارق وجنسيات مختلفة للأسف، ولكن أيضا نحكي على أنه في فترة من الفترات يعني هذه الجماعات تحركت تحت يعني مظلات سياسية وحواضن سياسية. على هذا الأساس أقول أنه يعني مثل ما حدث في ليبيا وفي سوريا وفي عديد الدول دور العبادة التي خلقت أو وجدت لعبادة الله الواحد الأحد تحولت نحن أيضا في تونس إلى منابر تحث على العنف والإرهاب يعني الذهاب إلى سوريا وليبيا تحت ما يسمى بفتوى الجهاد، بالتالي لابد من تحديد المسؤوليات في هذا الإطار. أما اليوم يعني هناك حقيقة على مستوى الدولة التونسية أغلب إن لم نقل جلها أغلب الجوامع والمساجد تم استرجاعها من طرف الدولة وتم عزل الأئمة التكفيريين، وأغلب هذه العناصر أيضا هناك من ذهب التحق ببؤر القتال وقضى قضي عليه، وهناك من يعني سجن، وهناك أيضا من لا يزال نعم. يتمتع بال يعني الغطاء السياسي ولا يزال يتحرك. على هذا الأساس نحن نقول بأنه المقاربة الدينية مهمة ومهمة للغاية، وعندما نتحدث عن المقاربة الدينية في معالجة الجريمة الإرهابية الإرهاب لا يمكن أن يعالج من منظور أمني وعسكري فقط أو من منظور قانوني فقط أو من منظور فكري وثقافي فقط، إنما لابد أن يعالج في إطار مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار المعالجة الدينية، لأن الدين خاصة نعم. والثقافة نعم. والفن يخاطبان الأعماق يخاطبان الوجدان يخاطبان الروح، ونحن نعم. اليوم في حاجة إلى ما يسمى بالخطاب المضاد. هؤلاء استقطبوا شبابنا بيعني الآيات التي أولت تأويلا خاطئا وذهبت إلى تبرير سفك الدماء. نحن اليوم في حاجة إلى الأئمة ورجال الدين المعتدلين نعم. إلى المفكرين إلى النخب المثقفين، في حاجة إلى خلق كذلك مجتمع مدني قوي، وعلى هذا الأساس لابد أن يتكون مجتمع مدني قوي في العمق الليبي. ولو تسمح لي أخي الكريم أود يعني التعريج نعم. على قضية نحن اليوم نعتبرها كمجتمع مدني، أنا أتكلم في تونس اليوم نعتبرها
قضية مفصلية ومهمة جدا، وقضية حقيقة تدمي قلوبنا كتونسيين. قضية الصحفيين يعني المفقودين إلى حد الساعة، يعني نذير وسفيان الشرابي، ودعوتي كل الرجاء إلى كل أحرار ليبيا الحبيبة، ليبيا الشقيقة، أن يضعوا ثوب أعينهم يعني دموعي والدة أو يعني أمهات هؤلاء الذين لم تنشف وستظل تذرف إلى حين على الأقل معرفة مصير أبنائهم، بالإضافة إلى ملف كذلك المساجين العالقين. ونحكيه لهنا على الصغيرات اللي كنتوا في مشكورين في السجينات التونسية، سلطوا عليهم، سلطوا عليهم نعم. الضوء، واليوم حقيقة هناك ملفات عالقة ولابد أن نطوي بعض الصفحات، ولكن أيضا من حق الدولة التونسية ومن حق الطرف الليبي والدولة الليبية التي تسعى إلى استرجاع هيبتها وقوتها ومؤسساتها، من حقهم وأنا أدعوهم إلى ضرورة العمل على تكريس المساءلة والمحاسبة لتحديد المسؤوليات، لأننا لا يمكن أن نتجاوز جراح الأمس القريب إلا بضرورة يعني طيب. وضع نعم. إصبع على الداء وتحديد نعم. من تآمر على أمن شعبينا يا طيب. سيدي الكريم. نعم سيد عصام، أعود الآن لعماد الدين حبروني الكاتب والباحث السياسي. سيد عماد، يعني أسألك عن قضية، يعني نتذكر صابر الخشناوي وأيضا ياسين العبيدي وغيرهم من منفذي الاعتداء الإرهابي على باردو، متحف باردو، وأيضا سوسة، كانوا تلقوا تدريبات يعني في معسكرات في ليبيا، ولكن أحيانا نجد في سجال إعلامي يعني في تبادل الاتهامات على من تقع المسؤولية، مسؤولية يعني فوضى الحدود اللي صايرة الآن. الحقيقة المسؤولية هي مسؤولية جماعية في الحقيقة، يعني لا نستطيع أن نكلف الشعب الليبي مسؤولية الاضطراب السياسي الذي موجود هو بليبيا بتدخلات إقليمية كبرى وتدخلات دولية أيضا. الحالة الليبية تذهب إلى الاستقرار. الحدود إمساك الحدود، الجيش الوطني التونسي والحرس الوطني والأمن الوطني كما قلت في بداية حديثي قدم العديد من الدلائل أنه قادر على ضبط الحدود وضبط الأمن التونسي، لكن هناك اختراقات، لكن هناك دول إقليمية ودول كبرى تريد لهذا الإرهاب أن يبقى على الأرض الليبية وأن يبقى يهدد المجتمع التونسي والمجتمعات في شمال إفريقيا. هذا قرار سياسي إقليمي يتجاوز الشعبين التونسي والليبي. أنت سألت نعم. سؤالا منذ حين، هل هناك ترابط بين الجماعات ما قبل الربيع العربي؟ نعم هناك ترابط، هذه الجماعات نشأت في أفغانستان، أنشأتها الولايات المتحدة الأمريكية، لا دخل لليبيا ولا لتونس لإنشاء هذه الجماعات. هذه الجماعات نشأت من خلال الإسلام السياسي الذي يعني نسميه الإسلام السياسي، برعاية أمريكية وبريطانية في أفغانستان وباكستان، ثم تحولت إلى ليبيا، ومن ليبيا أيضا انتشرت في إفريقيا وانتشرت في مناطق أخرى. والتونسي أو الليبي الذي انتمى إلى هذه الجماعات الإرهابية هو ينتمي من خلال يعني سياق فكري وديني وجده يعني في الإعلام العربي والإعلام بصفة عامة، شجعته يعني ظروف اجتماعية واقتصادية والاستبداد السياسي، أنتج لنا هذا الكم الهائل، هذه الآلاف المؤلفة من ذهب إلى هذه الجماعات وممكن من يلتحق بها. يجب أن نصحح هذه الأفكار، نصحح هذه العقائد، نعطي الأمل للشباب، نعطي مشروع سياسي يعني قادر على الحياة، نشجع الفرقاء الليبيين على الالتقاء إن كانوا إسلاميين أو قوميين أو ليبراليين، نشجع الوضع التونسي على أن يتفاعل مع أخيه الشعب الليبي لإيجاد الحلول الأمنية والعسكرية، ولكن أيضا للتعاون بين الشعبين. أنا لا أرى أن هناك تعاون كافي ما بين الفئات الشعبية التونسية والليبية، لا أرى جمعيات تونسية تتعاون مع جماعات أهلية ليبية، لا أرى هذا الوفاق الثقافي والاجتماعي ما بين الشعبين. منذ مئات السنين نحن شعب واحد، يجب أن نعطي للشعب الليبي القدرة على أن يقول بصوت عال، نحن نريد شعب ليبي موحد، نحن نريد حياة سياسية مستقرة، نحن نريد هوية ليبية وطنية. فبالتالي هذه الهوية الليبية والوطنية تشجع أيضا الاستقرار في تونس. هذا يمر كما تفضل ضيفكم الكريم عبر الهاتف من تونس إلى تشجيع المجتمع المدني الليبي على التفاعل مع أخيه المجتمع المدني التونسي.
طيب يعني بالحديث يعني في 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 بداية حديثك سيد عماد الدين تكلمت عن الإسلام السياسي اللي ربما كان حاضنة إيديولوجية حاضرة فكرية لتأسيس لهذه التنظيمات الإرهابية. يعني نحكي عن تجربة الإسلام السياسي القريبة يعني في 2012-2013 في ليبيا، هل تشوف أنه يتحمل المسؤولية في قضية يعني الغطاء وضع غطاء سياسي على التنظيمات الإرهابية اللي في مرحلة ما وصفهم بالثوار؟ نتكلم عن أعلى سلطة تشريعية في البلد المؤتمر الوطني في 2012 مثلا. لا لا أتصور أن يعني هناك حركة إسلامية ليبية معتدلة، يجب أن نتفق على أن هناك حركة إسلامية ناضجة بليبيا. هذه الحركة الإسلامية الناضجة في ليبيا ربما ارتكبت أخطاء في التقويم، أخطاء في التقرير، ربما ظنت أنها ستحكم ليبيا بشكل كامل، ربما ظنت أن هذه الجماعات ربما انحرفت قليلا ولكن ستعود إلى البيت الإسلامي العام. هذه الأخطاء لا نستطيع أن نقول أنها أخطاء بنية واضحة. لا، الحركة الإسلامية الليبية حركة إسلامية متجذرة، حركة إسلامية وطنية قادرة على الإبداع. أنا قلت منذ حين أن ليبيا اليوم الفكر الليبي، الفكر الديني الليبي قادر على الإبداع، قادر أن يعطي إسلام وسطي على مستوى شمال إفريقيا. لكن هذه الجماعات التي تتغذى من الخطاب الديني هي في الحقيقة لا تنتسب حتى إلى الإسلام، هي جماعات عصابات إرهابية، هي قطاع طرق، هي يعني ليس لها فكر في الحقيقة، ليس لها مشروع فكري وليس لها مشروع سياسي، مشروعها الوحيد القتل والقتل والقتل فقط. نعم. طيب أعود للسيد عصام الدردوري رئيس منظمة تونسية للأمن والمواطنة. سيد عصام، يعني هل تشوف أن المسؤولين التونسيين ربما يعني تجاهلوا خطورة التنظيمات الإرهابية حتى قبل ظاهرة الربيع العربي، أو على الأقل يعني ما خذوش الموضوع على محمل الجدية بالشكل الكامل أو المطلوب؟ بالنسبة لنا يعني احنا في تونس في هذا الإطار كما قلت استاذ من بكري يعني منذ قليل، بالنسبة للجهود الأمنية والعسكرية سواء ما قبل الربيع العربي وما بعد يعني ثورة الربيع العربي، تقريبا الجهود الأمنية والعسكرية يعني التي بذلت ولا تزال تبذل وستبذل هي جهود كبرى يعني ومحمودة إجمالا، باستثناء يعني تقريبا السنوات التي بلغت فيها الترويكا الحاكمة، ما تعرف بترويكا في تونس السلطة يعني ممثلة في رأس الترويكا أنذاك يعني حركة النهضة الإسلامية، يعني تلك الفترة التي توصف بالسنوات العجاف حقيقة يعني سجل من خلالها يعني محاولات واضحة وجلية لضرب مؤسسات الدولة والعمل على اختراقها وتطويحها وحتى العمل على تغيير نمط الحياة المجتمعية داخل المجتمع التونسي، ونعرف أنه شهدت كذلك عملية اغتيالات سياسية، الإرهاب كان في ذروته، الجماعات المتطرفة الدينية كانت تتحرك في شارع الحبيب بورقيبة الشارع الرئيسي، كانت يعني أيضا الخطب تقام يعني والخيامات الدعوية تنصب أمام الملء والعلن، يعني هذه كلها يعني من العوامل والأسباب التي تجعلنا نتحدث عن توفر الحاضنة السياسية في فترة من الفترات، ولا يمكن طي هذه الصفحة أو تجاوزها إلا بالاعتراف بأنه هناك من يتحمل المسؤولية الأخلاقية، وأيضا لابد من تكريس المساءلة القانونية في هذا السياق. بالنسبة يعني نحب نأكد على نقطة مهمة كان أشار لها الأستاذ في علاقة أو تفضلت أنت بطرحها في علاقة يعني بتحميل المسؤوليات على المستوى التأمين الشريط الحدودي، يعني على عاتق من تلقى هذه المسؤولية. في الحقيقة المسؤولية يعني مسؤولية مشتركة بين مختلف يعني الأطراف، وبالنسبة للوحدات الأمنية والعسكرية التونسية منتشرة وأحييها في هذا الإطار يعني، وتتعامل مع من تجده في المقابل من الطرف الليبي يعني يمثل الجانب الليبي. نعرف أن هناك محاولات
يومية تكون يعني متكررة للتسلل سواء من ليبيا إلى تونس أو العكس، يعني من تونس إلى ليبيا. هنالك مسالك يعني شرعية رسمية وهنالك مسالك غير رسمية. نعرف أنه معبر جدير يمثل إحدى أهم يعني شريان الدورة الاقتصادية بين الشقيقتين. على هذا الأساس نحن نؤكد أنه هناك جاهزية، ومشكور أنك نوهت بها، يعني هناك جاهزية للوحدات الأمنية والعسكرية، وهناك يعني عمل دؤوب وجبار كبير جدا تقوم بهذه الوحدات، ولكن هذا لا يكفي في إطار كما قلت ما ذهب إليه الأستاذ، وهو هناك أنه قوى عظمى تراهن على الإبقاء على حالة التوتر الدائم في المنطقة. وهذا وهذه العملية هي عملية سياسية بامتياز، لذلك لابد من تجذر الوعي بين الشعوب، ولابد من استفاقة جميلة لكل الطبقة السياسية في مختلف دول يعني شمال إفريقيا، على أنه اليوم بالإمكان أن نقرر مصيرنا، وأيضا أن نكرس السيادة بعيدا عن التبعية لأي أجندة دولية، لأنه كما قلنا مسألة الحسم والقضاء على ملف على الإرهاب وتجفيف منابعه ووضع حد لتفشيه وانتشاره هو يعني رهين توفر إرادة سياسية حقيقية سواء كانت وطنية أو دولية. فعلا العنصرين الإرهابيين اللذين نفذا هجوم متحف باردو بتونس يعني تلقيا تدريب في يعني إحدى المعسكرات الليبية. نعرف أنه تم إغراق ليبيا في السلاح، ولكن أنا هنا لا أحمل المسؤولية للأطراف الليبية أو للمجتمع الليبي، لأنه المجتمع الليبي نحن نعتبره ونؤكد على أنه شعب يعني كما قال الأستاذ يعني نعم. متسامح، شعب فهمني طيب، ونحن في هذا الإطار يعني نرحب بالأشقاء الليبيين وندعم تواجدهم وندعم كل يعني رؤية تشاركية أو رؤية حوارية على هذا الأساس. كنا منذ فترة نظمنا مؤتمر إقليمي كمنظمة تونسية للأمن والمواطن، استدعينا يعني ممثلين عن الجانب الليبي، عن الجانب القطر الجزائري، عن الجانب المغربي أيضا، وتدرسنا مسألة هذه الظاهرة أو الجريمة التي أصبحت عبر القارات اللي وهي الإرهاب، ولكن أيضا في ارتباطاتها الاقتصادية والسياسية يعني. طيب إذا أشكرك جزيل الشكر سيد عصام الدردوري رئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطنة، أشكرك جزيل الشكر لكل هذه التفاصيل، ونتمنى دائما أن تكون تونس آمنة ومستقرة، يعني زي ما قال الشاعر محمود درويش لن نشفى من حب تونس. أشكرك جزيل الشكر لهذه المداخلة، وأعود للسيد عماد الدين حمروني في سؤال أخير في هذه الفقرة. سيد عماد، أسألك عن قضية ارتباط ملف التهريب بالإرهاب، أود سمع رأيك في هذا الموضوع. نعم، هو ارتباط عضوي، يعني مسالك التهريب هي مسالك الإرهاب، ومسألة التمويل هي نفس التمويل، يعني التمويل عن طريق الإرهاب وعن طريق المهربين. نحن لنا نفس المسألة في تونس، بين تونس وليبيا العصابات، عصابات التهريب يعني مرتبطة ارتباطا عضويا بالعصابات الإجرامية الإرهابية، ومرتبطة بالدوائر الاستخباراتية الأجنبية. فبالتالي هذا الموضوع أيضا موضوع مهم جدا، وعلى الأمن الليبي يعني أخذ كل يعني لازم حتى يعني يوقف هذا التهريب، وحتى يتعاون مع يعني الجانب التونسي في القبض على عصابات التهريب، لأنها مرتبطة ومسالكها مرتبطة بالعصابات ايضا نعم. غير شرعيه. فبالتالي الملفات هي يعني مرتبطه وارتباطا عضويا، وهناك نعم سيد عماد الدين نعم. نتيجه هذه العصابات التهريبيه. طيب يعني في عجاله سيد عماد الدين، يعني سؤال اخر، وانت الان في فرنسا، دول الطوق الجغرافي يعني نتكلم عن فرنسا ايطاليا المحيطه بتونس وليبيا نعم. لو اردنا يعني في تلخيص وجيز، يعني ملف الارهاب في ليبيا بعيون فرنسيه كيف يرى؟ نعم، لا هناك قرار سياسي واضح، قرار سياسي استراتيجي للرئيس، رئيس الجمهوريه
رؤية السيد إيمانويل ماكرون، والسيد إيمانويل ماكرون يحمل رؤية استراتيجية كبيرة جدا، هو يحاول إيجاد استقرار أمني على السواحل الأوروبية، استقرار سياسي داخل ليبيا، يحاول تطويق العمليات الإرهابية داخل الغرب الإفريقي. فبالتالي هناك قرار سياسي استراتيجي سيادي اتخذته فرنسا لإيجاد يعني حلول سياسية وحلول أمنية في ليبيا وفي البحر الأبيض المتوسط، بالطبع بالتعاون مع ألمانيا ومع إيطاليا. نعم، إذن لا أملك إلا أن أشكرك وممتن لك جدا لهذه المداخلة سيد عماد الدين حمروني الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من باريس، أشكرك جزيل الشكر. إذن فاصل قصير ونعود من جديد لاستكمال الفقرات المتنوعة والمختلفة في حلقة اليوم في برنامج البلاد. فاصل قصير ونعود من جديد. مرحبا بكم من جديد. فقرة اليوم مختلفة شوي عن الطرح المعتاد، عن طرح المواضيع السياسية والاقتصادية، وأيضا يعني هي تشكل خطورة. نحن الآن نتكلم عن أرض، عن بلد ربما نخسرها، نتكلم عن الجبل الأخضر، عن منطقة لغابات طبيعية فريدة من نوعها، ويعني وربما تكون هي الوحيدة أيضا في ليبيا اللي فيها هذا التنوع. منطقة الجبل الأخضر، الغابات الآن تتعرض لحرب شرسة وحرب مرعبة جدا. نحكي على المفحومات، نحكي على قضية الفحم، نحكي على الزحف العمراني المرعب على الغابات، ونتكلم أيضا عن تجريف المناطق الزراعية. تقريبا الغابات في الجبل الأخضر هي بقعة الضوء الوحيدة الموجودة الآن في ليبيا، وأيضا هي ساتر طبيعي يعني في قضية التصحر وضد العوامل التغيير المناخي اللي قاعد الآن يعني يعصف بالعالم كله. ويبدو أن ما فيش لا وعي بيئي، نتكلم مثلا على مستوى منظمات مجتمع مدني أو نتكلم حتى عن جهات سياسية، يبدو أو ما عندهاش الوعي الكافي بخطورة الموضوع. العالم كله الآن فيه تدار مئات المؤتمرات في قضية تغير المناخ، في قضية التصحر، في قضية يعني انسلاخ الغطاء النباتي من كثير من مناطق العالم. للحديث حول الموضوع حيكون معي السيد محمد فيتوري، عضو هيئة تدريس في كلية موارد طبيعية في جامعة عمر المختار في البيضاء. أهلا وسهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا بك أستاذ خليل، مرحبا بك في برنامج البلاد. تحياتي لك أستاذ خليل وكل العاملين بهذه القناة الموقرة. شكرا. نعم. لك هذه الاستضافة الكريمة. بداية يعني عشان نكون في الصورة وأيضا المشاهد في الصورة، أهمية منطقة الجبل الأخضر كمنطقة طبيعية للغابات والوحيدة من نوعها في ليبيا. طبعا أستاذ خليل، أنت عارف أن منطقة الجبل الأخضر غنية على التعريف، تتمتع هذه المنطقة بمزايا كبيرة جدا كونها منطقة الغابات الوحيدة الموجودة في ليبيا. هذه المنطقة طبعا لها عدة مزايا، كونها جبال وكونها غابات وكونها شاطئ على امتداد واحد. للأسف الشديد السبع العجاف في السخليل، نعم، اللي مرت على الشعب الليبي ومرت على المواطنين، مرت أيضا على الكائنات الحية ومرت أيضا على بيئتنا وغاباتنا، فتعرضت هذه المنطقة لأبشع صور التدمير، من جرف، من إيلة، من تحطيب، من رعي، من تحويل هذه الغابة على حساب أو إنشاء الأراضي الزراعية على حساب الغابات. فأصبحت هذه المنطقة للأسف شديد في أبشع صورها الآن، ناهيك عن الفترة 2013 اللي تعرضت فيها هذه المنطقة إلى حجم أو دمار كامل بواسطة الحرائق، أكلت الأخضر واليابس، إضافة للإزالة والتحطيب والتأثيرات السلبية لكل البشر. طبعا تعرف سواء الأجهزة، المؤسسات اللي عندنا والمسؤولين اللي عندنا والمؤسسات المجتمع المدني، أكثر من 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 الاستنكار والتنديد ومحاولة اللي على الأقل لفت أنظار العالم ولفت أنظار المسؤولين لهذه المنطقة تحديدا، ولكن للأسف دون جدوى. وانت شايف النتيجة أن غابات انتهيت، تحويل هذه الجبال الخضراء
تحويلها إلى أعمدة أسمنتية، إلى عمارات، إلى مباني. طيب. للأسف شديد إلى شيء نعم. مؤسف جدا أن تحويلها أيضا إلى رابش للسيارات، يعني أنت نعم. يعني حتى مثلا في إنجاز أو في حاجة كويسة، لكن محولينها لرابش سيارات يعني. هذه طيب المناطق. سيد محمد، نعم سؤالي الآن يعني على الموضوع البيئي، هذا الحرائق اللي صارت في خلال عام 2013 وفي خلال عوام سابقة، نبو نحكو تحديدا بشكل فني بشكل علمي عن الأسباب والأضرار على الغابات. والله هو الأسباب لا يمكنك تحددها بشكل صحيح يعني. نعم. ولكن التخمين إن يعني فعل سبب بسيط جدا، إن الفترة من 2011 إلى 2013 على الأقل و2014. يعني الحرائق متعمدة، نفهم منك إن كلها متعمدة. يعني هو يعني. في الغالب هو نعم. في الغالب هو في الغالب متعمدة. لأن لماذا في هذه الفترة، لماذا في هذا الوقت بالتحديد؟ نحن أول حاجة ما عندناش درجة الحرارة العالية جدا، بحيث أننا نقول لك أن هذه الغابات مثلا أو النيران اشتعلت بفعل الحرارة، وقد تحصل العلم قد تحصل، لكن في ظروف معينة. لكن ظروف غاباتنا، نحن ظروف غاباتنا لا يمكن أنها مثلا هذه الحرائق يعني تحصل بفعل درجة حرارة. فبالتالي قد يكون جزء من الإهمال أو الاستهتار بالنسبة للمواطن، يعني حشاك واحد مولع نار مثلا في كناسة على حواف الغابة، مع وجود الرياح القبلي طبعا أكيد تنتشر الحرائق. ونحن عندنا الأنواع اللي عندنا يعني محتواها من المواد الكيماوية أو الخصائص خشبنا وهذه المكونات النباتية طبعا سريعة الاشتعال بما تحتويه من مستخلصات سريعة الاشتعال يعني. فبالتالي أكثر من عامل توفر في اللحظة هذه وتنتشر الحرائق بسرعة في وجود الرياح يعني. نعم. هذا بالنسبة طيب. الأسباب نعم. الحرائق. الأضرار. لكن الأضرار. نعم. نتكلم الآن عن الأضرار بالنسبة للغابة بالنسبة للبيئة يعني. طبعاً ريت أنا أقول لك حاجة، نحن أهم خسارة ممكن الغطاء النباتي يتعوض. إذا كان نحن قمنا بمشاريع قومية اللي هي زراعة الأنواع المختلفة الموجودة في الجبل الأخضر، هذه زراعتها سهلة جدا عن طريق التشتير أو عن طريق الزراعة بالبذر، المية موجودة والتربة موجودة واليد العاملة موجودة إذا كانت النوايا صادقة. لكن المشكلة الكبيرة اللي عندك هو مكون طورته الطبيعة لآلاف السنين وهو التربة. الجبل الأخضر، أنت عارف الجبل الأخضر منطقة أغلبها سفوح وأغلبها منحدرات وأغلبها جبال، والعنصر الأساسي في مسك هذه التربة أو تثبيت هذه التربة هي الأشجار والنباتات الموجودة عندنا. يعني وجود النبات عن طريق جذوره هو اللي مثبت التربة عندي. فبالتالي إذا كان خسرت اللي هو الغطاء النباتي، أول خسارة كبيرة حتكون عندي هي التربة. من اللي يقدر يمسك التربة عندما تنجرف هذه التربة من خلال هذه المنحدرات بواسطة المياه الأمطار أو بواسطة الرياح؟ وهذا شيء موجود وشاهد حتى للعيان. أنت لو تمشي تشوف أي منطقة تم إزالة الغطاء النباتي منها، مش حتى الفترة هذه، حتى الفترات السابقة أو السنوات السابقة، فتلقى أنت جبال عبارة عن صخر. فبالتالي أهم حاجة تو عندنا أني أنا نحافظ على التربة. التربة بعدين أنا نقدر نحط المشاريع القومية، ما تقدرش أنا ندير مشروع قومي ندير مشاتل ولا نستورد شتلات من برا وأنا ما عنديش تربة. فهذا نعم. هذه أكبر كارثة ناتجة عن الجرف، أكبر كارثة ناتجة عن الحرائق. ولكن للأسف شديد ما فيش أي وعي، ما فيش أي تفكير حتى المسؤولين، ما فيش أي خطوة إيجابية من المسؤولين أو حتى من المواطنين. هو هذا سؤالي سيد محمد، هذا سؤالي يعني من خلال تجربتك العملية وأيضا من خلال تجربتكم في خلال هذا الموضوع في العمل، يعني شن قدمت مؤسسات الدولة في هذا الاتجاه في هذا الموضوع؟ هل في تواصل بينكم يعني وبينهم؟ هل في مثلا ورش عمل تضعوهم في الصورة في صورة ما يحدث؟ والله يا سيد الفاضل نقول لك على حاجة، تعرف موضوع الجرف خضر بدأ من 2011. نعم. بدأ من 2011 قبل تحرير كامل البلاد. قدمنا أيام مجلس الانتقالي شكل فريق بس تحت مسمى فريق العمل التطوعي لمراقبة الغابات، 5 أو 6 أشخاص متخصصين من كلية الموارد الطبيعية بجامعة عمر المختار. أعددنا تقرير وحذرنا بشكل كبير من هذه الظاهرة اللي بدأت على طول أثناء حتى الحرب. يعني تخيل الناس قاعدة في الجبهات وقاعدة في المحاور والناس الثانية قاعدة تجرف في الجبال وتجرف في الغابات. وسجلنا في توصياتنا أبعاد هذه المشكلة على المدى البعيد. طبعا لا حياة لمن تنادي.
نعم. بعدين حصل حرائق في 2013 في منطقة رأس الهلال وأخذت مساحة حوالي 45 هكتار. فنفس الفريق خرج للموقع موقع الحرائق وأعد تقرير. أراه لما نقول لك تقرير معناها شغل عملي، يعني شغل عملي علمي، مش مثلا بالمشاهدة فقط، لا لا، ولكن بالشغل العملي الميداني. قدمنا تقرير برضو وحطينا حتى توصيات فيها أبعاد المشكلة المستقبلية. برضو لا حياة لمن تنادي. بعدين حدث الأكبر حريق اللي هو حريق منطقة الوسيطة، بالإضافة يعني خلال حريق منطقة الوسيطة حدث كم موقع ثاني أو مواقع نعم سيد محمد الحريق، ولكن مساحات بسيطة. نعم. نبي نسألك عن الجزئية هذه، يعني قبل ما نكون على الهواء أنت بعثت لي صورة خريطة المساحة اللي أحرقت في منطقة الوسيطة اللي هي طبعا من أجمل مناطق الجبل الأخضر. هل في إمكانية أن هي تعود للحياة المساحات المرعبة اللي شفناها في الخريطة؟ والله هو ما فيش شيء مستحيل. أنا نقول لك يعني لو النوايا صادقة ولو الجهات المسؤولة فعلا عندها نية أنها تبي تشتغل، ممكن نحن نعود وكل شيء زي ما كان. لكن في حاجة واحدة أنا بنبهك عليها، أن في أنواع أنا اللي يهمني هو الهكتار الواحد. أنا ما أقول لك 3500 هكتار، أنت شن يعني لك الهكتار؟ شن فيه الهكتار الواحد؟ أنا لما أقول لك عرعار الهكتار فيه 800 شجرة عرعار، اللي هو العرعر الفينيق المكون الأساسي، يعني حوالي منطقة الجبل الأخضر مكونها. هل يعود للحياة من جديد سيد محمد هذا النوع تحديدا؟ هل لديه القدرة أن يعود للحياة من جديد؟ للأسف أكثر من أصعب أنواع. طبعا تجديد طبيعي لا يمكن العرعر أن يجدد طبيعي إلا بنسبة أقل، ممكن حتى من 1%. وأكثر حتى في المشاتل، أكثر حتى في المشاتل البذرة برضو من يعتبر مستحيل. يعني اللي تفقدها أنساها، معاش تدورها، دور بديل ثاني أو نوع ثاني وزرعها في مكان العرعار الفينيقي. رغم أننا قلت لك 80% من مكونات النباتية الموجودة في الجبل الأخضر هو عرعار فينيقي، ومنطقة الوسيطة تحديدا من أغنى المواقع في الجبل الأخضر بالعرعار الفينيقي. هناك أنواع صار فيها تجديد زي البلوط وزي الخروب وزي الأنواع الشماري، الأنواع الثانية يعني التجديد بتاعها بالأخلاف هذا عادي جدا، ولكن تعتبر من أنواع بسيطة التكوين في المنطقة هذه. يعني لكن أنت عندك نعم. مكون نعم أنت أكمل. عندك أنواع أساسية، أنت عندك أنواع أساسية، أنواع نوع أساسي اللي هو العرعار الفينيقي، طبعا أنساه سواء قلعته يعني للتحطيب أو حولته عشان تستغل مكانه أرض زراعية أو سكنية أو مخططات، وهذا المحتاج وهذا اللي سير عندنا في منطقة الجبل الأخضر. فبالتالي أنا يعني خلاصة طبعا خلاصة الكلام في الموضوع هذا، عندك في منطقة الوسيطة فقط 3500 هكتار من مساحة الغابات في هذه المنطقة تم إزالتها بالحرائق. شن بعد الحرائق؟ طبعا أنت عارف أن كل المناطق هذه حيازة أو كل المساحات هذه حيازة أصحابها ناس. فبالتالي نعم. هذه فرصة بالنسبة للمواطن صاحب هذه الحيازة، فرصة لما جت من زي نقول إحنا جت منك يا جامع. نعم. فلما تنحرق الأرض على طول تم تحويلها إلى مخططات سكنية، وهذا الشاهد العيان وموجود عندنا. نعم. يعني زحف عمراني. زحف عمراني أنت تحكي لي على إعادة تجير أو إعادة تنمية الغطاء النباتي. طبعا ممكن أن نعود تنمية الغطاء النباتي إذا كانت الأرض موجودة على حالها، ما فيش أي مشكلة. نزرع حتى أنواع ثانية ما عنديش مشكلة، نزرع حتى أنواع اقتصادية ما عنديش مشكلة. لكن أنت لما تحول لي الأرض، يعني لما تشيل أنت طبقة التربة، ونعطيك ملاحظة مهمة جدا أن منطقة الجبل الأخضر يعني حتى عمق التربة فيها سطحي، يعني أنت لما تشيل 20 سنتي أو 30 سنتي من التربة راك أنت سيبت حوالي 50 سنتي بس، هو العمق إلا ما يجي 60-70 سنتي في أغلب مناطق الجبل الأخضر. فبالتالي حتى العمق أنا يعني يحكمك حتى في عملية أنك تفكر في إعادة تنمية مستدامة في المستقبل. يعني نسألك سيد محمد، يعني نعم، يعني عندي سؤال أنا عشان نحاول نفهم معك. يعني لو يستمر الحال على ما هو عليه، يعني هل من الممكن أن ننسى تماما الغابات في الجبل الأخضر؟ والله ايش نقول لك، انا 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 متشائم في اللحظه في الساعه اللي فيها نحن تو، يعني انا ما اقدرش. مرات نقول لك احنا خلاص الوقت ضاع، مرات نقول لك الوقت ضاع. ليش؟ لانك انت اصبحت المساحات بالاف الهكتارات. نحن ايام قبل احداث اللي هو 2011 كنا نعاني من نفس المشكله، وكنا نقول يعني عندنا الاف الهكتارات، وكان في مشروع جنوب الجبل الاخضر بذل مجهود خاصه في المنطقه الجنوبيه وقام بتجهيز مساحات كبيره، والحمد لله لو انت تلاحظ تو نسبه نجاحها كانت كبيره بك تصل الى 80% نسبه نجاح هذا التجهيز. يعني لكن بحكم انها بعيده
ما يعني حتى عمليه انك تدير فيها مشروع عمراني ولا كذا صعبه، ان حتى الخدمات مش متوفره، فبالتالي قاعده زي ما هي. لكن لو كانت المناطق هذه موجوده قريب من حتى من مدن او حتى تمت ازالتها، فبالتالي داخل المدن، داخل يعني مش داخل يعني ضواحي مدينه البيضاء القريبه من مدينه البيضاء، انا نقول لك يعني شبه صعب. ليش؟ لان اصبحت كلها مخططات سكنيه. ماشي، نعم. كيف تبي تعوضها لما تكون مثلا مساحه مثلا 1000 او 2000 هكتار تم تخطيطها وتم توزيعها وتم بيعها وتم حتى البناء عليها، فكيف تبي تعوض انت في الحاله دي؟ ما عادش تقدر تعوض، انت ما عندكش الا حاجه واحده، انت ما عندكش الا الحزام الخارجي اللي هو خارج منطقه الجبل، خارج منطقه البيضاء مثلا، او المناطق القرى الصغيره القريبه من مدينه البيضاء، انت تقدر هنا تدير فيها مشاريع اللي هو مشاريع التشجير. وعلى فكره مشاريع التشجير مشاريع ناجحه جدا، وعندنا انواع اثبتت نجاحها بنسبه 80 او 90% ونقدر حتى نستعملوها. نعم. لكن في حتى نقطه ثانيه، انت تحكي لي على مشاريع وتحكي لي على اعاده التشجير. يا اخي منطقه زي منطقه الجبل الاخضر كان فيها اكبر مشاتل، في مشتل في شحات يعني كان ينتج حوالي، وهو مشتل قديم يعني ممكن حتى من ايام الاقليان، كان ينتج على الاقل في مليون شتله، مع العلم ان في اشجار امهات موجوده داخل المشتل، يعني حتى انت ما تتعبش وما تخسرش حتى في جيبه البذور من برا، عندك الشجره الام موجوده عندك تاخذ منها بذره وتقدر حتى تشتل وتدير شتول جو. تو منطقه جبل الاخضر بالكامل ما فيهاش ولا مشتل، اللهم المشاتل الخاصه الصغيره اللي ما تنتج. يعني طيب سيد دكتور محمد، شن صار فيه المشتل اللي موجود في شحات؟ نعم. اللي هو من ايام الطليان اللي حكيت عليه، شن صار فيه الان؟ وعادي تفرج عليه، تو قاعدين فيه الاهالي، في اللي مقسمه ودير فيه حوش جوا، وفيه اللي دير فيه الله اعلم، ومع العلم كان حتى مركز الشرطه الزراعيه كان موجود جوا، لكن تو اصبح خلاص اصبح له ناس واصحابه كيف المساحات اللي برا اللي حكيت لك عليه هنا. فبالتالي ان حتى توجه الدوله للاسف شديد، يعني انا والله كلام في الموضوع حظيه يعني نحكي لك وانا والله متالم. ليش؟ لان انا عارف قيمه الشجره لما تحولها، على الاقل القيمه البيئيه، انا ما بيش نقول لك قيمه اقتصاديه رغم انها فيها قيمه اقتصاديه كبيره. ليش؟ نعم. لان انت جبل الاخضر، جبل الاخضر ينتج لك اجود انواع العسل نوعا ومذاقا وكل شيء، وراه بكميات كبيره بالكل، فبالتالي انت اصبحت عندك مشكله من الناحيه هذه. الجبل الاخضر صيدليه طبيعيه، اكبر صيدليه طبيعيه على مستوى شمال افريقيا، فيها كل الانواع النباتيه العطريه الطبيه، يعني درجة أن أنت عندك حوالي 75 نوع يقال حسب الدراسات أنه مش موجودة في العالم كله إلا في منطقة الجبل الأخضر. عندك نوع الشماري الصنف مش موجود، ممكن إلا موجود عندك في الجبل الأخضر. فبالتالي أنت لما تشيل شجرة أو نوع من هذه النباتات، ومع النوع من هذه، وطبعا نحن شيلنا وجرفنا يعني نقدر نقول لك بشكل بشع جدا، يا ريت حتى يشيل لك مثلا في أطراف النبات أو وهي أو هذه مثلاً هي هذه النقطة فروعة. دكتور محمد، نعم هي هذه النقطة. يعني أتمنى أنك تحكي لنا فيها بنوع من التفصيل، يعني بشكل بسيط أهمية الغطاء النباتي للبيئة، يعني عشان يعني نفكر مع بعضنا بصوت عالي. أهمية الغطاء النباتي للبيئة، نعم. أنا نحددها لك بشكل مختصر في الأجواء، في يعني في, في, في التغيرات المناخية اللي نحن نشوفه فيها. أنت عارف أن الغطاء النباتي وتحديدا الأشجار منها عامل مهم في تنقية الجو من الغبار والريح القبل اللي نحن نتكلموا عليها، عامل مهم جدا 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 في تثبيت التربة، ايضا عامل مهم كمأوى للحيوانات، عامل مهم ايضا كمرعى برضو للحيوانات، عامل مهم برضو ايضا اقتصاديا، يعني كل المنتجات الغير خشبيه زي الثمار زي الاوراق زي ازهارها كمصدر لغذاء النحل وبالتالي انتاج العسل، يعني هذه فوائد بيئيه، اطلاق الاكسجين وامتصاص بلوعه لامتصاص ثاني اكسيد الكربون اللي تركيزه اصبح زايد في الجو، هو سبب اساسي في ارتفاع درجات الحراره وبالتالي الاحتباس الحراري والتغيرات المناخيه. انا اللي يهمني في الجبل الاخضر ما يهمنيش الناحيه الاقتصاديه، والله يهتمني ناحيتين، اول حاجه الفائده البيئيه لها، واضيف الى ذلك اللي هو من ناحيه جماليه، ناحيه تروحيه، كاماكن متنزه للعائلات. نحن لو تشوف انت في اخر عشر سنوات اصبحت نسبه الرطوبه عندنا عاليه. ليش؟ لان غطاء النباتي اللي كان محاط بالجبل الاخضر اصبح خلاص يعني في الـ اصبح نعتبره من الماضي تو. نعم. فبالتالي بصراحه نقص الوعي عند المواطن، هذه مشكله كبيره. وحتى الناس للاسف الشديد، حتى الناس الواعيه والمتعلمه والمسؤوله برضو عارفين قيمة هذا المورد الطبيعي المتجدد اللي أنا أعتبره أهم والله حتى من النفط.
يعني النفط على الأقل ينضب يعني يوم من الأيام ما عادش تلقاه، لكن مورد طبيعي زي هذا يتجدد كل بعد فترة يتجدد وأنا متحكم فيه، أنت تقضي عليه بيدك يعني. طيب آلاف الهكتارات يعني 300,000 أو نصف مليون هكتار مساحة الغابات الطبيعية في الجبل الأخضر. أيام قبل الأحداث كان كل سنة يتم جرف 100 هكتار كل سنة، توا أنا راهنك والله بالآلاف آلاف الهكتارات يتم جرفها توا في السنة. نعم. طيب سيد محمد سؤال آخر، يعني هل في تشريعات عقوبات قانونية رادعة للناس اللي زحنا؟ نتكلم عن الزحف العمراني، نتكلم عن القضية يعني التحطيب من الغابات وإحراقها والمفحومات إلى آخره، هل في قوانين موجودة رادعة؟ القوانين موجودة. شوف نحن عندنا قوانين وعندنا اتفاقيات ومعاهدات دولية، يعني أنت حتى العالم اللي برا تو ينظر لك، ممكن حتى يحاسبك بناء على اتفاقيات والقوانين والمعاهدات اللي عندك، ويقدر حتى يساعدك العلم، يقدر حتى يساعدك في عملية إعادة التنمية المستدامة لعند هاللحظة. نحكي معك عند اللحظة، والله مستعدين يقدموا كل شيء سواء مادي والله معنوي، باش أنت على الأقل تحاول أنك إيش تعيد تنمية الغطاء النباتي. والقوانين موجودة، لكن القوانين من هو اللي ينفذ القانون؟ من هو الحامي للقانون؟ أنت عندك الشجرة، أنت تجي القانون الليبي شجرة العرعار تكلفتها إذا كان شلتها أنت بالمخالفة مش أقل من 60-70 دينار، فما بال أنت نحكي لك على آلاف الهكتارات وأنت تجرف فيها. لكن المشكلة من هو اللي ينفذ القانون؟ يا أخي نزيدك من الشعر بيت. نعم. أنت عادي شوف المسؤولين، أنت تحكي لي عن المسؤولين، عادي أنت شوف المسؤولين شن دايرين من استراحات استراحات في وسط الغابة المساحات الكبيرة، جرف الغابة وعاد يدير مكانها استراحة بمليون ولا بمليونين دينار. ونعطيك حاجة ثانية. نعم. من ما نحكيش يعني الغابات هذا مورد صح ومهم صح، لكن بدي عندي حاجة ثانية. أنت عندك جرف الرمال، جرف الرمال اللي هن شواطئ، ممكن هذا واحد متخصص حيقول لك برضو على أضرار جرف الرمال. نحن خلاص التراب الحمر بدأ يتخلط حتى على مياه الشواطئ، فبالتالي نحن أصبحنا فقدنا المنظر الجمالي من الجبال تم جرفها، فقد الغطاء النباتي المتنوع الغير عادي اللي حسدنا عليه العالم كله، فقدنا حتى في الأرض، فقدنا حتى الشواطئ الرمال، أصبحت استراحات تبنى وتسيج وتقام على شواطئ الرمال، والشيء هذا موجود للعيان وعادي تفرج. المسؤولين كلهم، طبعا نقول لك حاجة واحدة، مش مواطن بس، أنا عتبي على المواطن صح، لكن في الوقت الحالي عتبي على المسؤول لما يجي في وسط غابة ويجرفها يبني لك مكانها استراحة، والله يجيك على شط بحر ويجرف، والله يدلك عليه صور ويبني لك عليه استراحات فخمة، هذه مشكلة. فبالتالي أنت لمن تلجأ ولمن تمشي؟ يعني ما بيش نقول لك حتى أنا كلامي معك حيكون زايد، يعني أنا نقول لك رأو فيه وفيه وفيه وهذه أهميته وهذه مش عارف إيش، لكن نحن في الوقت الضايع، طبعا نحن في الوقت الضايع. إذا كان فعلا نبون على الأقل نحمو ما الباقي من الموارد الطبيعية الموجودة عندنا زي الغطاء النباتي، والله هذه لحظة مهمة وهذه ساعة مهمة جدا إن نحن نتكاثف الجهود بيننا وبين المتطوعين وبين مؤسسات المجتمع المدني وبين الجامعات وبين وهذا يحلني إلى سؤال سيد محمد، يحلني إلى سؤال، هل في حلول عملية الآن يعني نقدر نشتغل بما هو متاح عندنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه حاليا في ظل الظروف اللي تعرفها، انقسامات وكثرة حكومات وكثرة مسؤولين ونزاع على كل شيء، المهم في اللحظة هذه انك انت تو تمسك التراب، خلينا نحكي بالعامية، امسك التراب ما تخليش ينزل في الوديان ويمشي للبحر. عندك انت تو في اللحظة هذه لازم انك تدير انت سدود تعويقية تمسك بها التربة، وعلى فكرة راه الموضوع هذا مجرد على اي منطقة تحديدا المشاريع. تحكي دكتور محمد المنطقة كل المناطق تحديدا كل المناطق، شوف كل المناطق، سمي لي مناطق مثلا واللي تعرضت للجرف. نعم. وحتى اللي تعرضت لإزالة الغطاء النباتي حتى من قبل الأحداث. أنا يعني لازم أننا ندير شغل وندير عمل قومي مهم جدا، هو أني أنا ندير سدود تعويقية لحجز هذه التربة. بعدين إذا كانت تمكنت من هذا العمل، بعدين أي مشروع تنموي في يد نديره. لما نمشي ندير مشاتل ونشتل من الانواع المختلفه اللي عندي نقدر عندي ونزرع، لكن لما نمشي ندير مشاتل ولا نصور تشتل من برا وانا فاقد اهم عنصر اللي هو التربه، فبالتالي وين تبي تزرع؟ ما عندكش مكان الا الشوارع وعندك المدارس وعندك قدام الحواشين وانت الموضوع، لكن غابه ما عادش تقدر ما عادش تشقى بيها. نعم. طيب يعني في نقطه يعني والنقطه المهمه الثانيه، انا طبعا
بدل ما الدولة يكون توجهها في إعادة مثلا إعادة إعمار المشاهات الدمرت وسلبت. نعم سيد محمد. وسرقت. اسمح لي أستاذ خليل. يا ريت تكرر الجملة الأخيرة، بس الجملة الأخيرة ما كانش واضح الصوت فيها. دكتور محمد. فقلت لك يعني. نعم. ألو تسمح لي أستاذ خليل. أنا أسمع فيك دكتور محمد، نسمع فيك الآن بوضوح. نعم. دكتور محمد، إذن يعني الدكتور محمد يبدو أنه هو يرفع في المؤشرات كلها على الضوء الأحمر في قضية جرف الغابات وفي قضية الغطاء النباتي. الحقيقة تكلم عن معلومات صادمة جدا، وتكلم عن وقت بدل ضائع موجود الآن، وتكلم أيضا عن غياب وعي حكومي، وأيضا عن غياب الوعي حتى لما نتكلم عن على صعيد المؤسسات المجتمع المدني. تكلم عن الحرائق المتعمدة وحكى كيف أن في أنواع بعينها لا يمكن أن هي تتكرر، يعني أو على الأقل في صعوبات أن هي تعود للحياة من جديد. تكلم عن مساحات وأرقام، أعطانا أرقام يعني مرعبة جدا مخيفة للمساحات اللي تم حرقها وتجريفها بالكامل أيضا. وقضية الزحف العمراني للأسف حتى من بعض المسؤولين، من المفترض أن المسؤول يعني تناط بحماية البلد، مش بس من أحكوا على وضع أمني، نتكلم عن أوضاع أخرى يعني، أيضا نتكلم عن حماية بيئية. للأسف فقدنا الاتصال مع الدكتور محمد الفيتوري، عضو هيئة تدريس في كلية موارد طبيعية في جامعة عمر المختار، ولكن أشكره جزيل الشكر لكل هذه التفاصيل ولكل يعني ولوضع هذه المحاذير ولكل يعني المعلومات المهمة جدا. المفترض أن هي تشكل وعي جديد تجاه البيئة وتجاه أرضنا الليبية. إذن فاصل قصير ونعود من جديد لاستكمال الفقرة الأخيرة من برنامج البلاد. ليبيا حلها الشباب، يبدو أنه هو مش بس شعار للاستهلاك الإعلامي، ولكن هي حركة حقيقية موجودة على الأرض. كان لها نشاطات مهمة جدا في خلال الفترة الماضية، نتكلم عن حملات توعية، نتكلم عن حملات نظافة في الشوارع، ونتكلم أيضا حتى على صعيد دور سياسي كان لها دور كبير حركة ليبيا حلها الشباب في قضية التوعية بقضية الانتخابات، وأيضا كان لها تعاون مهم جدا مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وداروا أكثر من ورشة عمل وقدموا أنفسهم. يعني حركة ليبيا للشباب تشوف أن ليبيا يعني أغلبها من عنصر الشباب، وتشوف أن لا في زاوية نظر أخرى في الوقت اللي في مجموعة من الشباب اللي هم يحملوا في السلاح وينخرطوا في التنظيمات الإرهابية، الشباب اللي انعدمت لديهم الغايات وغابت عنهم الوسائل، في المقابل في شباب ليبي يصنع في الفارق ويؤكد أن شباب ليبيا له رأي آخر مختلف تماما، له رأي يسير في اتجاه الديمقراطية، في اتجاه التنمية، في اتجاه أنه يشوف ليبيا بلد متقدم، ليبيا الحداثة، بلد كيف أي دولة أخرى متقدمة في العالم. حيكون معي مجموعة من الشباب اللي هم أعضاء حركة ليبيا حلها الشباب، وحنأخذ معي الآن، حتكون معي على الهواء السيدة خيرية بودية، مرحبا بك. بداية سيدة خيرية، يعني نبغى نعرف التفاصيل أو على الأقل أهداف حركة ليبيا حلها الشباب ونشاطات كم اللي تقوموا بين الآن حاليا. أول شيء بسم الله، طبعا إحنا كحركة الشباب ليبيا حلها الشباب المساهمة في حل المشاكل اللي تمر بها حاليا البلاد، وإشراك الشباب سياسيا في المرحلة القادمة في مواقع صنع القرار، وتعزيز دور الشباب في عملية البناء والسلام والعمل المدني والديمقراطي. نعم، طيب شن كانت مجهوداتكم خلال الفترة الماضية لو تحاولي تلخصينا بشكل بسيط يعني؟ إن شاء الله، مجهوداتنا اللي هي كانت أول شيء إن احنا قمنا بحملة نظافة كل يوم سبت شارع، وكانت في شارع 24 ديسمبر السبت الماضي، وإن شاء الله حتى هو غضوا بالمستمرين في النظافة بإذن الله، شارع محمد المقريف، وقمنا بندوة توعوية اللي هي كانت في مدينة الزاوية وانطلقنا بها، وكانت اللي هي نعم. ألو نعم نسمع فيك أستاذة خيرية. نعم أكمل.
اللي هي كانت في التعاون مع مفوضية العليا للانتخابات واللي هي نعم الصوت واضح عندنا. نعم التوعية اللي هي سجل الناخبين ودور الشباب. طيب خليك معايا وخلينا نشرك معنا أيضا حمزة الصيد. الأستاذ حمزة مرحبا بك في برنامج بلاد. السلام عليكم. مساء الخير أخي خليل. نعم. شكرا لك لفرصتك الطيبة اللي أتحت علينا اليوم وتحية لقناة المدينة 18. طيب سيد حمزة يعني بداية ياريت تعطينا يعني فلاش باك سريع يعني وتعريف بحركة ليبيا حلها الشباب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. حراك ليبيا حلها الشباب انطلق من سبتمبر الماضي 2019 تاريخ 13/9/2019 كان في أول ملتقى لي في مسرح أبو مليانة. نتجت عنا مجموعة فرق يعمل بها الشباب من فرقة التواصل والعلاقات والفريق الإعلامي وعدة فرق مكونة الحراك. الحراك أخوي خليل هو ناتج عن معاناة الشاب الليبي وتهميشة عفوا نعم وتهميشة وإلغاء دورة. فقط الشاب الليبي كان الفترة الماضية أو من 2011 أداء صنع للحرب أو خلينا نقوله الشاب كان أداء للحرب. الحراك نتج عن التغيرات اللي شهدها البرلمان الليبي وهي رفع سن التقاعد وغيرها من القوانين كسن الجامعات وقانون الشرطة. الحراك نتج عن معاناة الشارع معاناة الناس اللي 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 كل يوم نشوفها في طابور يوم بنزينها يوم غاز يوم سيولة. المعاناة اللي نشوفها في الشباب اللي نسبتهم 67% 45% منهم بطالة اللي مش لاقي يعني الحيز أو البراح بيتاح لأن يقدر من الفكر والتوعية والتدريب الشاب اللي ممكن يساهم في بيئة التغيير. يعني حراك ليبيا لحل شباب حراك جميع الشباب. لله الحمد كانت عندنا مجموعة مش تسمح لي أن نسترسل فيها أخوي خليل. نعم نعم تفضل سيد حمزة. نعم في نعم نعم انطلقنا المنشط الأول اللي كان ملتقانا الأول في مسرح بومليانة. استمرت الاجتماعات بالشباب من عدة مناطق منها الزاوية الخمس صرمان صبراتة زنتان رجبان بنغازي أخدامس سبها أبراك. يعني مجموعة من المدن الليبية لله الحمد كأن فيها شباب. وفقنا الله عز وجل ندير لقاءات مع عدة شخصيات وحاولنا نوصل صوت الشباب وهدف الحراك اللي هي تعزيز دور الشباب في صنع القرار الوصول إلى السلم المجتمعي والدعوة إلى السلام. نحن كرسالة واضحة لحراك ليبيا حل الشباب حراك يدعو إلى السلام. فنحن وقود بناء لا وقود حرب. انطلقنا في ملتقى آخر واللي كان في يعني باستضافة الأخوة بارك الله فيهم في هيئة السياحة وكان ملتقى ثاني لحركة حل الشباب. الفترتين تخلتهم مجموعة من الندوات وورش العمل حاولنا نوضحها كيف يمكن أن يكون للشاب دور فعال سواء على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الاجتماعي. يعني كان في مجموعة منشط وندوات يعني حاولنا أن نوصل بها صوت الحراك. طيب حنرجع لهذه النقطة ولكن خليني أعود من جديد للسيدة خيرية. يعني أستاذة خيرية سؤالي الآن أنتوا الشباب الآن كيف ممكن يعني تلخصين لنا في خطوط عريضة دور الشباب المفترض أنهم يقوموا به في هذه المرحلة الآن؟ أهم شيء أن احنا الشباب يعني يعزز ثقته بنفسه. يعني لازم أن الشاب يعرف هو شن يبي في المرحلة القادمة. ألو؟ نعم نسمع فيك أستاذة خيرية. نعم أكمل. أيوة فزي ما قلت لك أستاذ خليل يعني لازم الشاب إنه هو يدفع بنفسه لازم ينطلق لازم إنه هو الشاب يعرف شن يبي. نعم طيب شن أهدافكم المستقبلية الآن في حراك ليبيا حلها الشباب؟ إن شاء الله الأهداف المستقبلية وإحنا يعني قاعدين إن إحنا نحطولها في خطة إن إحنا لازم يكون دورنا فعال نوصل صوتنا زي ما قال لك أخوي حمزة. الشاب وقود بناء لا وقود حرب لازم إنه هو يشارك في الحوار السياسي لازم يكون له دور فعال. نعم نعم طيب خيرية لو نقول لك رسالتك الآن لكل الشباب اللي هم شركاء جيلك شن تكون رسالتك الآن؟ وصل صوتك ياسر من السلبية. انت كشاب يعني عندك ما تعطي زي ما نعرف احنا الشاب نشاط الشاب حيوية الشاب يقدر يعطي أكثر ما عنده. نعم طيب أشكرك جزيل الشكر أستاذة خيرية بودية
كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك لهذه المداخلة. وخلوني نعود من جديد للسيد حمزة. سيد حمزة، أنا بنسألك عن طبيعة التعاون اللي صار بينكم وبين المفوضية الوطنية العليا للانتخابات. نعم أستاذ خليل، من ضمن المناصب اللي يتحرك بها حراك ليبيا حل الشباب وهو الدعوة لتسجيل الناخبين. دعوة لتسجيل الناخبين كانت لها عدة أفكار بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات، وهي يعني تبنينا حملة كل سبت شارع، وعن طريقها حاولنا نوصل صوت المفوضية وصوت مكة الشباب وللناس نسمعهم لضرورة وأهمية تسجيل الناخبين. أيضا كان مسعانا ولازلنا نسعى إلى دعوة إلى الاستفتاء الدستوري بنعم أو لا، لأننا كحراك ليبيا حل شباب ندعو إلى دولة السلام، دولة المؤسسات والقانون، ندعو إلى دولة يعني يحتكم فيها الصندوق بعيدا عن التكرار الممل لبعض الفترات الانتقالية، وللناس ممكن يعني وصلت لمرحلة الإرهاق الوطني اللي يمر به الناس. تعاوننا مع المفوضية يعني مستمر، وإن شاء الله بكرة إذا ربي سهل الحال منطلقين في الحملة الأخرى، وفي حملة كل سبت إنجاز اللي برضو حتكون من ضمن منشطنا هي دعوة لتسجيل الناخبين ودعوة لاستفتاء الدستوري. اسمح لي ان ارجع لبعض النقاط اخوي خليل، ممكن الاسئله ترسل لاختي خيريه. نعم. ان نحن كشباب طموحنا كشباب فعلا نكون قياديين داخل دولتنا، نحن كشباب قادرين على صنع التغيير، نحن كشباب طموحات ان ندعم اي شاب له القدره له الكفاءه عنده مقياس معيار يكون من الشباب اللي تلتزم يعني اللي ممكن تحال لها وكالة، تحال لها وزارة، يكون عضو برلمان، ليش لا يكون حتى رئيس دولة. يعني حراك ليبيا حل الشباب كمسمى ليس حراكا يدعو إلى صراع الأجيال، إنما حراك نعمل به معا يعني جنبا إلى جنب إلى كل من يريد خدمة الوطن وخدمة الدين. نعم، خليني نشرك معنا السيد سعد بخطوة زميلكم في حراك ليبيا حل الشباب. سيد سعد، مرحبا بك في برنامج البلاد. مرحبتين بك يا أخي. نعم، يعني كل مشاهدين قناة ليبيا 212. نعم، مرحبا بك. كنا نحكي يعني حكينا مع السيدة خيرية وأيضا السيد حمزة موجود الآن معنا على الهاتف، تكلمنا عن الحراك، ولكن ما زلنا ما حكينا عن الخطط المستقبلية اللي أنتم تفكروا فيها أو تخيلتوها لحراك ليبيا حل الشباب. نعم. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا حضرتك هنا لدى الاستاذ الحلقه منذ بدايتها، ولكن كما تفضل اخي حمزه واخي الخيريه، طبعا الحراك حاليا المستقبل يعتمد على عدد الشباب، استقبال مثلا اكثر عدد من الشباب وما يقرره الشباب الليبي وما يريده الشاب الليبي. ممكن الحراك هذه يستمر كحراك شبابي او ممكن يتحول الى منظمه او مؤسسه او كحزب شبابي. يعني نحن من اهدافنا ان يكون من اهداف انسان ان الحراك يعمل على الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، فالشيء الظنيه المستقبل يعتمد على ما يرغب فيه الشاب الليبي. نعم. طيب شن هو النشاطات الان في جدول برنامجكم؟ انا شفت يعني او تابعت قضيه حملات النظافه بشكل دوري كل اسبوع، وايضا تعاونكم مع مفوضيه العليا للانتخابات. شن نشاطاتكم الحاليه الان؟ الحقيقه الانشطه لدينا العديد من الانشطه، وكل نشاط له اختصاص معين. كان بدايه بالنسبه للنشاط كيوم يوم السبت تحت حمله يوم السبت في اليوم السابع شارع نظيف، الهدف من الحملة دي هي توعية الشارع الليبي ونشر ثقافة الاهتمام بالعاصمة طرابلس، وكذلك ليس العاصمة طرابلس فقط، فالحملة دي سوف تنشر بكل شوارع مدينة طرابلس وجميع البلديات وجميع المدن الليبية. حقيقة نحن لا نريد الاعتماد فقط على شركات خدمية هي من تنظف الشوارع وتهتم بها، فيجب علينا نحن كشباب ليبيين وكمواطن ليبي يجب علي أن نساهم في الاهتمام وأن تكون
مظهر المدن والشوارع نظيفة حتى تعكس ثقافة الشعب، تعكس أخلاقنا. نظافة شوارعنا هي من نظافة بيوتنا ومن رقي أخلاقنا. جميع نحن نشاهد عندما يسافر المواطن الليبي للخارج أو حتى عبر القنوات مشاهدة الصور أو البرامج، نشاهد يعني مدى اهتمام المواطن بدولته ومدى محافظته عليها، حتى تعكس يعني مدى ثقافة هذا الشعب ورقيه. وكذلك تظهر المدن بأفضل صورة عندما يكون هناك طبعا خطة اللحظة القادمة ستكون هناك ضيوف زوار العاصمة طرابلس، ونحن الآن مقبلين على مرحلة جديدة، مرحلة انتخابات. سوف يكون هناك طبعا منظمات دولية، والآن نحن نشاهد طبعا دائما حضور مكثف للوفود الرسمية لعاصمة طرابلس. ومن هنا طبعا نحن بدأنا بالعاصمة طرابلس نتيجة لتواجد الكثافة، نتيجة تواجد الأجانب وكذلك الكثافة السكانية من جميع المدن الليبية. كذلك لدينا طبعا مشروع يعني برنامج خاص بالتدريب الشباب الليبي في شتى المجالات، من ناحية التدريب على القيادة وتدريب على العلاقات، تدريب على الحوار والسلام. نعم. تدريب على كيف. كذلك لدينا برنامج وأنشطة الندوات تثقيف الشارع الليبي بخصوص الآن تسجيل في سجل الناخبين، وطلقنا كذلك شاركنا في تأسيس حراك الاستفتاء أولا، وهو يدعو الشعب الليبي للاستفتاء على الدستور، لأنه هو الضمان الوحيد لإنهاء المرحلة الانتقالية وكذلك لانتقال المرحلة الانتقالية إلى مرحلة دستورية دائمة. فهذه النشطة لدينا كذلك مقترحات من بعض الشباب، مقترحات حقيقة يعني تحسب كمشاريع كبرى للتنمية في الجانب الاقتصادي، وكذلك لجانب لحل بعض الأمور السياسية، وكذلك جانب المصالح الوطنية التي حقيقة نحن يعني محتاجين لها بكل قوة، محتاجين لجانب المصالح الوطنية، وخاصة من فئة الشباب يجب عليهم الجلوس. طيب سيد سعد. نعم. نعم أشكرك، وأنا أعتذر منك يعني لضيق الوقت، وأشكرك جزيل الشكر، ممتن لك لكل هذه التفاصيل، وأيضا نتمنى لكم التوفيق في حراك ليبيا حلها الشباب. ويعني نأخذ كلمة بسيطة موجزة جدا من السيد حمزة الصيد، رسالتك الآن للشباب الليبي بشكل وجيز ومختصر. سيد حمزة، يبدو أننا فقدنا الاتصال أيضا مع سيد حمزة. نعم، إذا كانوا معي مجموعة من الشباب اللي هم أسسوا حراك ليبيا حلها الشباب، ويعني واضح أن لديهم مجهودات كبيرة جدا على الأرض، والأهم إحيائهم لفكرة أو ثقافة العمل التطوعي، العمل التطوعي اللي غائب تماما عن ساحة الوعي العام، وغائب أيضا بشكل عملي على الأرض. نتمنى التوفيق لحراك ليبيا حلها الشباب. وهيك وصلنا إلى نهاية الفقرة الأخيرة في حلقتنا اليوم، ولكن قبل ما نختم الحلقة أنوه أن غدا حيكون الساعة 9 مساء عرض حصري للشريط الوثائقي الخاص لـ 218 نيوز اللي يتكلم عن قضية مذبحة الأقباط، حتكون فيه تفاصيل مهمة جدا، وأيضا تفاصيل تعرض لأول مرة، وحيكون معي أيضا ضيوف مهمين. على الموعد تكونوا دائما الساعة 9 مساء غدا يوم السبت. إذا أتمنى لكم أمسية طيبة، وتحياتي أنا خليل الحاسي، وأيضا تحيات فريق عمل برنامج البلاد.